بسم الله الرحمن الرحيم. كده الصوت عليك شغال تمام؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا جماعه. طبعا مش معانا بس يعني اتفرج على الفيديو. ابتداء من النقطه اللي كنا وصلنا عندها، اللي هي الثلاثه سيشنز اللي اتكلمنا مع بعض فيهم، وكان بسبب وقت الناس وكده ما كانش في مجال لحوار الاونلاين دوت. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل كالاتي، وارجو يعني ان ده ينال من حضراتكم استحسان يعني، بس لو حد له طلب تاني. وكده كده الريكورد طبعا مسجل، واي حد هيتفرج وهيبقى له اسئله فده الطبيعي يعني، ده المنتظر، اكيد منتظر ان هيبقى فيه اسئله يعني. فبراحتك خالص تتفرج على الفيديو مره واثنين وثلاثه زي ما انت عايز، وتسأل زي ما انت عايز مرة واثنين وعشرة وألف. مش حوار ان هو انا سجلت لك الفيديو خلاص وكأنه فيديو على اليوتيوب وانت سمعته، لا ان شاء الله لا. وبالمناسبة هيبقى فيه اصلا تيست على المواضيع البيزكس اللي هتتشرح، اللي هي بدايتها النهاردة مع الفانكشنز. يمكن انا مخلي الفانكشنز في كبداية لان هي تعتبر اكتر حاجة ادفانسد في الحتة اللي انا عايز اقولها، اللي جاي كله اسهل منها، فانا بادئ بيها لان انا شايف ما شاء الله الناس كانت بادئه متحمسه جدا، شيء بسطني جدا. فقلت استغل ده بان انا ابدا بالايه، بالحاجه مش بالاصعب، هي مش اصعب. تمام، فنبدا ان شاء الله وان ايه وعلى بركه الله يعني، وما تحملش هم. هيبقى في صح، بالمناسبه هيبقى في تيست على النقط اللي هتتقال يعني. انا حبيت اقول النقطه دي في اول الفيديو، هيترفع لحضرتك اساينمنت مطلوب منك، ده بمثابة تيست يعني، ده مش من ضمن الاسايمنت والمشاريع اللي بتعملها في الكورس، لا دي بمثابة نتأكد ان حضرتك فهمت النقط دي. لان بقى ليه النقط دي يعني؟ يلا بقى ندخل، كفاية انا رغي من يوم الجمعة، انا عمال ارغي من يوم الجمعة. ليه بقى النقط دي يعني؟ مثلا كل نقطة زي ما اتفقت مع حضراتكم وانا بشرح في السيشن، ان اي حاجة هبدأ اتكلم مع حضرتك فيها اول سؤال ليه على طول. هناخد النهارده فانكشنز ليه؟ هناخد النهارده بيفوت تيبلز ليه برضو كده؟ هعمل بها ايه؟ وخاصه هعمل بها ايه هنا؟ يعني هعمل بها ايه في الداتا اناليسز ليه انا كراجل داتا اناليس، في الخطوات الخمسه اللي احنا اتفقنا ايه عليهم. طيب مفيش حاجه صعبه ان شاء الله، كل حاجه هتكون سهله. خلينا نشوف مثلا الخمس خطوات دول نفتكرهم، مش هنتكلم عليهم طبعا، الحمد لله قدرنا نوافق ان هو فيهم حقهم يوم الجمعه في اول سيشن لينا، ولكن يعني ايه بسرعه عشان خاطر الاستذكار. طيب فانا بقول لحضرتك النهارده انا هبدا معاك في الفانكشنز، فحضرتك اول سؤال تقول لي الفانكشنز دي هستعملها في اي مرحله من ايه من المراحل دي؟ ده بعد طبعا ما اقول لك ليه. طيب ليه الفانكشنز يعني؟ خليني اقول لك ليه الفانكشنز. رقم واحد سريعا، هواي ليه؟ عشان خاطر بتساعدني باكسبلور وبريبير وكلين واناليسيز الداتا، حلو جدا. طيب اذا هي بتمشي في ايه ده؟ ده الفانكشنز مهمه جدا، مهمه جدا، ولكن مع الوقت هتبدا نستغنى عنها، بس مش مع الوقت دلوقتي خالص، يعني لازم تتقنها، ما تاخدش كلمه هتستغنى عنها. بالمناسبه مش هتستغنى عنها استغناء تام، مستحيل مستحيل تستغنى عنها استغناء تام، عشان بس الناس ايه ده الله هنقدر نستغنى عنها فخلاص، لا لا مفيش الكلام ده. طيب ليه لا استغنى عن حاجات كتير؟ لان هاخد حاجات مور ادفانسد او حاجات اكتر، بس انا دلوقتي ما خدتش حاجه فانت حضرتك ملزم بيها. ده الحاجه الاولانيه، باذن هي معايا في المراحل دي، وخاصه دي يعني مهما حضرتك اتعلمت من حاجات ادفانسد مش هتقدر ما تستعملهاش وانت بتعمل اي مشروع. طيب مبدئيا كده عشان نبقى متفقين، انا بتكلم بسرعه بس دلوقتي عشان خاطر المقدمه اللي محدش بيحبها. مبدئيا كده عشان نبقى، مفيش مشروع في الدنيا مهما كان صغير بيخلص بالفانكشنز بس، ومفيش مشروع بيخلص بالبيفوت تيبل بس، ومفيش حاجه بتخلص مشروع لوحدها. في اصلا ادوات انا بستعملها من ضمنها الفانكشنز، ان انا بعمل تيست على شغل، فناس ده التيست يا عم ده تيست، بالمناسبه التيست لا يقل اهميه عن الشغل، اصل انت لو عملت شغل غلط سوري يعني ما كأنك ما عملتوه يعني، يفضل ما كنتش تعمله اصلا. طيب فمرحله التيست مهمه جدا، من ضمنها الفانكشنز من الحاجات اللي بتستعمل في التيست، وهنشوف ده النهارده ان شاء الله. طيب ومرحله الاكسبلورنج، ان انا بستكشف الداتا وان انا بكلين الداتا وان انا ايه بعمل اناليسيس، دول كلهم هنعملهم النهارده. طيب
النقطة التانية إن هي هتساعد حضرتك إن أنت تفهم بقى الحاجات الأدفانسد اللي إحنا اللي هتخلينا نستغنى عن حاجات منها. أنت متخيل؟ يعني هي اللي هتساعدك إنك تستغنى عنها. ليه؟ هتساعد حضرتك في فهم البيفوت تيبلز، هتساعد حضرتك في فهم بعض حاجات في الباور كويري، لكن أكتر حاجة هتساعدك في فهمها الباور بيفوت والبيفوت تيبلز. إشمعنى؟ عشان خاطر الباور بيفوت فيه فانكشنز اللي هي الداكس والداتا موديلنج، وفي البيفوت تيبلز في الطريقه اللي بيشتغل بيها، طريقه عمل البيفوت تيبلز، يعني البيفوت تيبل بيعمل ازاي، بيفكر ازاي، طريقه تفكير البيفوت تيبلز. طيب حلو، مهمه جدا للانترفيوز، يعني بالذات للناس اللي هي جونيور وهتبدا تقدم على شغل، الناس اللي هي لسه عايز يخش المجال، مستحيل تخش انترفيو ما تتسالش في الكلام دوت في الفانكشنز. تاني حاجه مهمه، الناس انا شايف ما شاء الله معظم الناس اللي معانا شغاله وكده، فمهمه جدا للشغل وبتسرع من الشغل وبتزود كفاءه حضرتك. طيب النقطه التانيه ودي اللي مهمه جدا بالنسبه لي، يعني دي يعني مهمه قوي، رقم واحد، اعمل ايه عشان خاطر ابقى يعني اوي قوي بالحاجه دي او افهمها. مش انا بقولش لحضرتك ان انا هنشرح كل الفانكشنز اللي في الاكسل، ما بقولش لحضرتك عشان تبقى داتا انالست تبقى لازم تبقى عارف كل الفانكشنز اللي في الاكسل، لا خالص، بس عشان تبقى راجل بروفيشنال صح لازم حضرتك تعرف بعض النقط كده، واللي من خلالها لما تفهمها بعد كده لما تيجي لو حبيت تتعلم برمجه، انا الكلام اللي بقوله ده اقسم بالله متاكد منه 1000000%، لو حبيت تتعلم برمجه فانت يعني دي هتوفر عليك اكتر من تلتين الطريق، لو انت فاهم يعني ايه كونسبت ويعني ايه طريقه تفكير. لو حبيت بعد كده او مش حبيت انت كده كده هتاخد ديت الحته بتاعت الايه، كتابه الداكس، ما تيجي نيجي نكتب معادلات داكس، هتوفر عليك كتير لو فهمت النقطة دي. ليه بقى؟ هو أنا عشان خاطر أفهم الحاجة دي أنا كده عرفت أنا هستعملها ليه؟ جميل جدا، أعمل إيه بقى يعني هعمل إيه بيها أو عشان أعمل إيه بيها عشان أتقنها أعمل إيه؟ رقم واحد، أنا ما بقولش بعد إذنك أنت عارف كام فانكشن في الإكسل، فده بيقول لي 10 واللي جنبه بيقول لي 20، فبقول له أبو 20 أحسن خالص، مش ده المقياس. المقياس إن أنا قدامي سؤال، السؤال دوت سؤال للبزنس اللي انا شغال فيه، اجابه على السؤال ده هتكون بفانكشن، ممكن تكون في اربعه فانكشن ممكن يجاوبوني عليها، مش الشطاره ان انا اكون عارف الاربعه، الشطاره ان انا اجيب اجابه السؤال باي واحده من الاربعه بس، خلص الكلام. يبقى من الاخر حضرتك تكون عارف كل فانكشن متى يتم استعمالها. ليه؟ لان اولا لا الجهاز هيقول لك عشان خاطر، يعني الاكسل مش هيطلع كده يقول لك بقول لك ايه انت عايز تطلع ايه ديت، استعمل في لوك اب، ولا اقول لك لا استعمل سام اف، ولا اقول لك لا استعمل كاونت اف، الاكسل مش هيتكلم، الاكسل اللي انت هتقوله له هيعمله. نفس الكلام الناس اللي انت شغال معاها في كل، او خليني اقول لك في 90% من الاحوال مش هقول لك ايه خد اعمل التاسك ده باستعمال كذا، ما فيش باستعمال، حتى في الانترفيو وهو مديك الكيس ستادي مش هيقول لك ايه عشان تحل السؤال ده حله بسام اف، لا هو حاطط لك السؤال وقدامك جدول وجاوبني بعد اذنك. فانت لو مش فاهم الكونسبت انت حافظ ده اللي حافظها صم، بس مش ده المطلوب، بس مش عارف ان انت المفروض تستعملها دلوقتي. يعني انت السؤال اللي البيزنس بيساله ده او الانترفيو بيساله ده انت عارف، يعني هو انت مش عارف ان هو بيتحل بصم اف مثلا، بس انت عامل دكتوراه في صم اف مش هتحله، ما انت قاعد عايز حد يقول لك ايه اعملها بصم اف، ما بس محدش هيقول لك. تمام كده؟ تمام. يبقى اهم نقطه عندي دي ان انت حضرتك تبقى عارف هتستعملها امتى. حلو جدا. رقم اتنين، الفانكشن اللي انا عرفت ان دي اللي هتحقق لي الجول بتاعي بتشتغل ازاي؟ يعني ايه بتشتغل ازاي؟ يعني لما بكتبها للاكسل، الاكسل بيبدا يفكر ازاي؟ تمام كده؟ انا بجري في الكلام دلوقتي بس كل النقط ده هتعرض لها وانا بكتب دلوقتي الفانكشنز عشان خاطر ايه المقدم. طيب رقم ثلاثه، هي محتاجه ايه بقى عشان تشتغل؟ يعني انا خلاص قررت هكتب الفانكشن، طب الفانكشن دي بتشتغل ازاي؟ خلاص عرفت بتشتغل ازاي او عرفت الاكس معنى كلمه هاو ات ورك، يعني الاكسل بيفكر ازاي لما الفانكشن دي بتتكتب له. رقم ثلاثه، هي الفانكشن دي عشان خاطر تشتغل محتاجه ينكتب لها ايه؟ الانبوت اللي هيدخل لها ايه؟ اللي هو السنتكس. طيب ده طبعا الاكسل بيساعدني فيه وجميع الايه التولز اللي بينكتب فيها برمجه او بينكتب فيها كود او بينكتب فيها فانكشنز بتساعد. طيب الاوتبوت هتخرج لي ايه بقى؟ المفروض هتخرج لك ايه ده حضرتك، ده الجول اصلا اللي انت جاي له، يعني انت عارف اصلا يعني ايه المفروض تخرج لك ايه، ده المفروض انت عارفه. فاربط كده نمبر دي بنمبر ايه اللي هو ايه، يعني انا ده الجول بتاعي هو يعني وين يوز ات عشان خاطر تخرج لي الاوتبوت. تمام كده؟ طب ودي الطريقه اللي حضرتك تذاكر بيها
هنتكلم دلوقتي واحنا بنقول. طيب احنا بنقسمها للداتا اناليست، احنا زي ما احنا متفقين ما فيش حاجه اسمها انا هاخد كل الفانكشنز، احنا بناخد المهم في الاهم. حتى كمان كل دول مش هناخد كل اللي فيهم. ايه يا عم انت بخلان علينا ليه؟ لا انا مش بخلان على حضرتك، انا بحط حضرتك الهدف الاول من السيشنز اللي هي في البدايه دي، ان انا بحط حضرتك على الطريق بحيث ان انا لما اجي ابدا في المواضيع اللي هي انا مش هسيب فيها نقطه، لان هي دي الاهم ودي الاكثر عمليه ليا زي البيفوت تيبل والكلام اللطيف ده، فدي اولى ابذل فيها وقت وطاقه حضرتك. لكن اللي انا هديهولك هنا كده النهارده باذن واحد احد هيكون بيحطك على الطريق ده. بعد كده انا هوصلك لمرحله باذن الله، ولو ما وصلتش لدي قول لي مفيش ادنى احراج، هوصلك لمرحله ان انت بعد كده هتبدا انت تدور على الفانكشنز وتتعلمها. ده لو احتجتها. يعني مثلا مؤكد ان انت بعد ما نخلص السيشن ده في حياتك اللي جايه ان شاء الله ربنا يكرمكم هتحتاج فانكشنز ما سمعتش عنها قبل كده. هتقول ايه يعني يا عم تعالى بس هي كيمياء؟ انا عايز اوصلك للمرحله دي، ان مهما كانت النقطه خلاص انا راجل معايا عقلي وعارف هتعامل ازاي. تمام؟ فاحنا بنقسمها لوجيكال ستاتستكس ولوك اب، يعني من الاخر دوال المنطق والدوال اللي هي بتعمل لي احصائيات سريعه اللي هي السمري، مش الاحصاء اللي هي الاحصاء، لا دي بتعمل لي سامري هنشوفها يعني دلوقتي، واللوك اب ودوال البحث ودوال التكست خاصه بالنصوص ودوال الديت. مش هنتعرض النهارده للديت لهدف ما في دماغي يعني، بس اكيد مش هنسيبها يعني. طيب بعد ما نخلص، فحضرتك شايف ان في فانكشنز معينه بتتعرض لها في شغل حضرتك وما اتقالتش، بتكلمني فيها بقولها لحضرتك مفيش ادنى مشكله، لكن الهدف من دول انا ليا هدف تاني في دماغي مش هقول لك عليه دلوقتي، انت هتعرفه مع الوقت وهوصلك لمرحله تقول عشان كده في السيشن بتاع الفانكشنز كان بيقول لنا 1 2 3، هوصلك لدي. طيب جميل جدا، يلا نبدا وكفايه رغي. طيب انا هبدا مع حضرتك، يعني مش هقول لك احنا هنعمل ايه، انا هقول لك سؤال البيزنس عشان نبدا نفكر مع بعض ونمشي بالسيكونس والخطوات اللي احنا قلنا عليها. طيب احنا عندنا هنا مثلا وليكن فور اكزامبل، طبعا الداتا اللي جايه كلها ايه داتا فيها مثلا عشان السكيورتي وكده، فايه ممكن نلاقي حاجه مش لوجيكال مش عارف ايه الكلام ده، فعادي. المهم ان دي قدامنا مثلا دي الداتا بتاع خلينا نقول مثلا طلبه، حلو الكلام، الطلبه دي فبيقولوا لنا عايزين نعرف يا جماعه الطلبه دي الناس دي نجحت ولا يعني رسبت، يعني هل الشخص دوت ناجح ولا رسب. طيب ممكن نجرب مثلا، لا اجرب مع حضراتكم لقطه ايه، ان انا اوريك الحاجه في الاول مثلا، خليني اوريدي مفتوح ماشي ما عليه يلا. فانت حضرتك مثلا بتشوف هل ال تمام هي كانت ماشي اكبر من 60، جميل جدا ما فيش انت مشكله، يبقى كده يبقى عندي الرول بتاع البيزنس بتقول لي ان الطالب ده عشان خاطر يكون ناجح، هنقول كنترول سي مثلا خلينا كده ونقول له بيست فاليو، ونقول كده كنترول سي بيست فاليو، وخلينا نمسح ايه دول كده هنعرف ليه دلوقتي يلا. فالطالب هنا بيقول لي خش شوف لي مين اللي ناجح ومين اللي صار، ده مثلا دي درجات الطلب. فرقم واحد قال لي لا انت المفروض تجمع الاثنين دول. طيب عشان خاطر يبقى بنتكلم صح وبنتكلم لوجيك، حضرتك لما بتيجي، انا عارف دلوقتي الناس هتقول لك ايه يا عم ده داخل في الموضوع على طول انا ماليش في الاكسل. طيب حضرتك لما بتيجي تدخل على اي تول بتكتب كود او بتكتب برمجه لازم تحترم الكود دي، لان ممكن تكون نفس السنتكس ونفس المكونات ولكن بطريقه مختلفه. يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني على سبيل المثال دلوقتي انا عندي الاكسل طريقه كتابه المعادلات معاه ازاي؟ يعني الفانكشنز بتشتغل ازاي؟ رقم واحد دي سيلز اللي قدام حضرتك دي كده سلات، الخلايا دي كل مربع من دول اسمه سيل، حلو الكلام؟ اكيد حضراتكم عارفين. طيب الاكسل طريقه عمله ان انا بدخل جوه سيل منهم واكتب الفانكشن بتاعتي. في برامج ثانيه وفي تولز ثانيه مفيش سيل اصلا. ايه ده انا هعمل ايه؟ ما انت بقى حضرتك بتحتمم التول اللي انت شغال عليها، ما اصل انت ما قدامكش تعمل غير كده، هو بيشتغل ايه؟ ان انا بقف جوه سيل وبكتب، بكتب الفانكشن بتاعتي. طيب الفانكشن دي ممكن تكون عباره عن ايه؟ نعم عباره عن حاجات كتير. طيب يعني انا مثلا خلينا على سبيل المثال هقف هنا كده مثلا وانا عايز اعد الناس دي. العد
الفانكشن اللي بتعد اللي هي بتقول كاونت. طيب مش دي اللي انا جاي لها، بس خليني بس بوضح لحضرتك ايه طريقه كتابه اي معادله. ان انا بقف جوه سيل، وممكن مثلا في ناس بتعمل ايه، يقوم دايس هنا وانا هنا على السيل، ادوس في الفورمولا بار اللي انا ضغطت عليه ده دلوقتي، ده اسمه الفورمولا بار. اي فانكشن في الاكسل بتبدا بيساوي، بتبدا بايه؟ بيساوي بايكوال. طب لو ما كتبتش ايكوال مش هيقراها فانكشن، خليك بقى قاعد جنبها للصبح. يبقى ده كده ده احترام التول اللي انا شغال عليها، اللي هي مش هيشتغل الا لما اكتب له يساوي. جوه السيل نفسها اكتب يساوي واتوكل على الله بس كده. طيب يلا يا عم، يساوي، كتبت يساوي ايكوال. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اعمل كاونت، اعد، ده اللي انا عايزه. طيب فكاونت اسمها كاونت، اكتب كاونت سي. بص هيساعدك ازاي، بدأ يجيب لك على طول الحاجات اللي بتبدأ بالسي كلها دي، كل الفانكشنز اللي في الاكسل اللي بتبدأ بالسي. طيب لسه ما مش لاقي كاونت قدامي، كمل بعد السي او مثلا، فيجي لك بعد الاو يو، فجبت الكاونت. اوكي، يا اما اضغط عليها دبل كليك، يا اما ايه نرجع تاني، يا اما وانا واقف عليها كده اضغط ايه تاب، بس لازم ابقى واقف عليها. طيب فبيقول لي ايه بقى، انا عايز حضرتك بقى تركز معايا. فبيقول لي من هنا بقى بدأ بقى ايه يساعدني. شايف حضرتك ده، ده كده المرشد السياحي بتاعك، ده كده بيقول لك السنتكس ومكونات الفانكشن دي ايه، الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها. يعني الراجل بدأ يساعدك، او بيقول لك ان انت محتاج فاليو واحد، بعد كده فاليو اتنين، وحاططها لي ما بين قوسين كده شكلهم غريب مش عارف ايه، هنشوفهم دلوقتي. طيب وفي اصلا قبل الفاليو اتنين دي في قامه كده صغيره انا شايفها. ماشي يا باشا، فخليني مثلا عايز اعد ايه، عايز اعد الارقام دي كلها مثلا كم رقم. طب ازاي؟ هتشاور عليها حضرتك، هتضغط عليها كده وكنترول شيفت سهم لتحت، ده اختصار كنترول شيفت سهم لتحت كده، انا سلكتهم كلهم. طيب عايز ارجع تاني لفوق من مكان ما كنت جاي، انا واقف كده عند السله رقم كام اللي هي 181، كنترول باك سبيس، رجعت تاني مكاني فوق. الاختصارات دي بتسرع الشغل، تمام كده؟ طيب اعتقد لحد كده الموضوع كويس يعني، حلو قوي. ورحت جاي ايه فيما معناه، بص الراجل كتب لي ايه لوحده، اه انا ما كتبتش دي بايدي، انا كتبت كاونت بايدي، حلو، لكن هو الراجل كتب ده لوحده. ماشي، بس ما انا كتبتهاش ليه؟ عشان حضرتك ضغطت وسلكت بايدك. طيب هو ما فيش طريقه غير كده؟ لا، في، ممكن تكتبها بايدك لو حضرتك حافظ، او ممكن خلينا نمسح، او ممكن تسلكت بالماوس، بس الداتا طويله، انا هقعد لسه سلكت، ما عشان كده بقول لحضرتك الاختصارات اللي بتسرع الوقت. شوف بقى انا قد ايه نازلين، حلو قوي، وصلنا. طب الحمد لله وصلنا. عايز ارجع اقعد بقى اسكرول لحد ما ارجع، ادي كده نقطه. طيب عايز مثلا اكتبها بايدي، انا حفظت من 100 من بي 2، من السيل اللي اسمها بي 2 لحد السيل اللي اسمها كده، في نقطتين كده فوق بعض، دي معناها من الى يعني. يعني هو بقول له من بي 2، من بي 2 ادي النقطتين اللي فوق بعض لحد بي 181، هي كتبتها اهو بايدي مانيوال. طيب مفيش برضه طريقه غير كده، انا شايف في قامه وفي الكلام ده كله. طيب خلي القامه لبعدين، احنا هنا يعني الهدف من من الفانكشن السهله البسيطه خالص اللي هي كاونت دي، ان انا عاوز اوري حضرتك لو الناس ما عملتش اي فورمولا في حياتها على الاكسل، الاكسل بيتعامل ازاي. طيب مبدئيا لو في ناس الموضوع بالنسبه لها ممل وهي ادفانسد شويه في الحوار فتستحملنا، بس اوعدك في حاجات ليك هنا انت مش عارفها، مع احترام لحضرتك يعني، في حاجات هنا خليك معانا احنا في البدايه بس. طيب عند حضرتك بقى نبدا كده، فهمت حضرتك الفانكشنز بتتكتب في الاكسل ازاي، ان انا بقف في السن وبكتب الفانكشن بتاعتي هو بيبدا يساعدني. طيب نيجي بقى لسؤال البيزنس بتاعنا كله بقى معانا من هنا، سواء اللي عمل قبل كده فانكشنز او لا. نيجي للسؤال بتاعنا، السؤال بتاعنا بيقول لي شوف اللي جايب 60 كمجموع درجات او اكتر، يعني اللي جايب 60 او اكتر اكبر من او يساوي الـ60 فالراجل ده يبقى ناجح. طيب تحت الـ60 يبقى الراجل ده ايه، ما حلفوش الحظ، رسب. طيب طب هو عباره عن المجموع اصلا، انا هحكم هل اللي فوق الـ60 دي على دي ولا على دي؟ قال لك لا، ده على مجموع الاثنين على بعض، مجموع الاثنين على بعض. طب تعالى كده نشوف هنجمع الاثنين على بعض ازاي. قلنا ايه، هنعمل اول حاجه نبدا بايكوال، بيساوي باشمهندس انت ما وقفتش في الفورمولا بار، عادي ما هو كتب لوحده في الفورمولا بار، ممكن في الفورمولا بار ممكن اخليني واقف في السيل وممكن ابقى في الفورمولا بار، دي هتشتغل ودي هتشتغل. طيب فاضغط له انا عايز اعمل ايه، عايز اجمع دي زائد دي، خلاص يبقى ادوس على دي زائد دي، اهو ادي الجمع بتاعه. شايف حضرتك المربع الاخضر الصغير ده كده، فبضغط عليه بيعمل لي جمع عند كل،
يقوم جامع للباقي زي اللي حصل في دي يطبقه على دي، اللي حصل في دي جمع الاثنين اللي قصادها، يروح على اللي تحتها يجمع الاثنين اللي قصادها، يروح على اللي تحتها يجمع الاثنين اللي قصادها، وهكذا. دي كده حاجه اسمها ايه؟ الاوتو فيل، دبل كليك عليها او بسحب بجر بيها كده بتشتغل. حلو جدا. الحكم بقى اللي هو الحكم ده اهو على دي. طيب انا عايز اقول له ايه؟ بص بقى انا اعلم حضرتك تتعلم الفانكشن ازاي. انا ممكن ادخل اقول لك ايه؟ يلا يا جماعه فانكشن اف، انا بالمناسبه هشتغل اف دلوقتي. طيب بس مش ده يعني انا كده بضرك، انا وجهه نظري كده، انا شايف كده ان انا بضرك. طب ليه يا عم بتضرني؟ انا عايزك بقى تفكر. انا بقول لك دلوقتي، قلت لحضرتك شوف لو الراجل دوت جايب فوق ال 60 يبقى الراجل ده نجح، لو الراجل ده جايب اقل من 60 يبقى الراجل ده غصب. يبقى كده في حاجه اسمها لو. اول لما لسانك ينطق لو، اعرف ان انت تستعمل اف. حلو قوي. ليه اف دي؟ اللي هي تبع اللوجيك، تبع الفانكشن اللي هي لوجيك المنطق يعني. حلو جدا. طبعا ما فيش غنى عنها في شغلك، يا رب تتعلم تصنع طياره في الداتا اناليسيس. ما فيش مستحيل تخلص مشروع لما تعوز اف، اف هتعوزها. حلو، عشان كده انا بادئ بيها. حلو جدا، وبادئ لك بابسط نوع فيها. فانا هقول له ايه بقى؟ يبقى انا الاول حددت ان انا هستعمل اف. ليه؟ عشان خاطر انا عايز قدام كل قيمه اعرف الراجل ده نجح ولا ما نجحش. وبالتالي في شرط، بص الكلمه شرط، هتلاقي بعض الكي ووردز كده متعلقه، لما لسانك وعقلك ينطقهم اعرف ان انت محتاج اف. طيب فانا بقول لو الشخص ده هو جاي فوق الستين فالشخص ده ناجح، اقل من كده يبقى يبقى انا عندي شرط اكشن معين لازم يحصل او شرط معين لازم يحصل، بناء عليه هيجي حاجه. يلا بقى يا عم بكفارغ، بتساوي اف. هو لوحده جاب لي اف، قلنا ايه؟ دبل كليك، او هو سلكت عليها كده اضغط انا على المفتاح كي. بص الراجل بقى المحترم هنا جاب لك، قال لك ايه؟ قال لك لوجيكال تيست وبعدين كاما. خلي بالك الكاما دي مهمه جدا، لا تكون مستصغرها، لا هو الفانكشن مش هتشتغل الا بيها. طيب وانا هتعمد اعمل اخطاء النهارده اللي حضراتكم هتقعوا فيها عشان يعني هنشوف. طيب فبيقول لك ايه الراجل؟ بيقول لك لوجيكال تيست. لوجيكال تيست دي المقصود بيها، اتمنى يكون مع حضرتك ورقه وقلم وانت بتتفرج. لوجيكال تيست دي المقصود بيها الشرط، يعني لو يعني حضرتك بتقول لو جاب 60، لو جاب 60، لو جاب 60 دي الشرط، ده الشرط بتاع حضرتك. طيب لو جاب 60 دي اقولها له ازاي؟ يعني لو السل دي، ما هو ده اللي جاب، ده المجموع بتاعه، لو السل دي اكبر من او بتساوي، ايه ده اكبر من او بتساوي؟ كتب عادي كده. لو السل دي اكبر من او بتساوي 60 كما، بص بقى الكاما ده السنتكس اللي انا ماشي بيه، ده سنتكس. طب لو انا ما حطيتش كاما مش هتشتغل، هيفضل. بص حضرتك هو عامل لي لوجيكال تيست هنا بولد والباقي كده مش بولد عادي، يعني بيقول لي انت كده لسه في اللوجيكال تيست، بتكتب اللوجيكال تيست يا باشا. ما انا خلصته، ما انا قلت له لو دي اكبر من او تساوي 60، هو مش هيعرف ان انت خلصته الا لما تقول له كاما. طب واحده واحده بقى هنا، عشان الكاما دي مش ثابته في كل الفيرجنز. ايه يا عم الصعوبه دي؟ مش صعوبه ولا حاجه، هي يا اما كاما زي ما هي كده يا اما سيمي كولون اللي هي دي، سوري اللي هي دي فاصلة اهو، الجهاز عندي مش بيدعمها. طيب فحضرتك هتشوف جهاز حضرتك بيدعم ايه؟ ايوه اللي هي دي الكاما وفوقها نقطة دي، فحضرتك هتشوف جهازك بيدعم ايه وتعملها. يا عم هشوف منين؟ يا باشا ما الراجل موفر عليك كل حاجة اهو. هل هو هنا ما قالكش كاما بالذات في المربع الصغير ده كده اهو؟ مش هنا كاتب لك كاما الراجل اهو؟ طيب كتر خير، عايز ايه تاني؟ فانت بص تحت كده في الايه، في البار اللي هو الهيلبر بار اللي بيظهره لك ده، شوفه كاتب لك ايه. طب لو انت كتبت عكس اللي هو كاتبه لك مش هتشتغل. طيب كمل لنا يا عم ايه الفانكشن كاما. انا كتبت ليه كاما؟ عشان خاطر هو عندي في جهازي في الفيرجن بتاعتي كاما، هو يا اما كاما يا اما سيمي كولون. طيب اعرف منين؟ بص هنا. حلو، ده الشرط بتاعي، لو القيمه دي اكبر من، طب هو ايه دي 2 اللي هو كتبها دي؟ ما هي دي السل اللي انت شاورت له عليه، انت بتقول له لو دي اكبر من 60. حلو قوي. ها هنعمل ايه؟ هتكتب له قصاده ناجح. طيب انت قلت ايه ناجح؟ ناجح دي نص مش رقم، صح؟ اي فانكشن في الدنيا، مش في الاكسل، في الدنيا هتكتب فيها تكست هتحطه بين دبل كوت اللي هي شيفت مع حرف الطا في لوحه المفاتيح، يعني حرف دبل كوت. يعني ايه دبل كوت؟ يعني هتكتب النص تعمل دبل كوت زي كده وتروح كاتب له ايه؟ سكسسفول. فحضرتك هتقول له اس يو سي سي اي اس اس فيول، وتقفل الدبل كوت. حضرتك في اول كتابه ليك هتنسى تقفل الدبل كوت، انا عارف ده وهيجيب لك ايرور. ماشي كوم،
طيب ايه بقى اللي حصل تحت ده؟ نسينا نقرا، استنى تاني. قامت ايه ده؟ بيقول لك فاليو اف ترو. ايه فاليو اف ترو ده؟ حضرتك قلت لي من شويه الشرط لو الراجل ده جاب 60 فيما فوق، قمت انا قايل لك ها هنعمل ايه بقى؟ ها ديت يعني يعني لو جاب نعمل ايه؟ فحضرتك قلت لي ايه؟ اكتب لي قصاده سكسسفول، انه نجح. طب حلو جدا، كلام منطقي جدا يعني على كده. طب لو ما جابش، لو ما جابش يبقى فاليو اف فولس، فولس يعني غلط، يعني من الاخر لو الشرط بتاعك ده ما اتحققش نعمل ايه؟ فاليو اف فولس، خلاص يبقى اكيد رسب. فحضرتك هتكتب لي فيل. طيب ما هو فيل دي برضه تكست. طب اكيد حضرتك ما نسيتش ان هي بتتحط ايه؟ بين دبل كوت. الكلام ممل في الاول، ولا سيما للناس الايه؟ اللي هي اوير بالحاجات دي، بس صدقني ايه التشويق جاي قدام، فخليك معانا يعني. حلو، قفلت انا الكورس. انت اوبا، بص لا سحر ولا شعوذه، كتب لي سكسسفول. بص بقى الاوتو فيل الجميل اللي احنا اتفقنا عليه، دبل كليك قصاد كل واحد. طب الحمد لله، يلا نمشي. نمشي، تعال على طول سيلكت كده وروح على هنا، قول له فلتر او كنترول زد، سيلكت زي ما هي كده، كنترول شيفت ال، حرف ال ال يعمل لك الفلتر. لغايه تلاقيني بعمل شويه اختصارات كده، حاول تلقطها تسرع معاك الشغل. هو بالماوس مش حرام، بس في حاجات كده زي التنقلات بالذات لازم تعرف اختصار. طيب تعال نتست كده الشغل بتاعنا ده صح ولا غلط. يعني انا كده عايز اقول لك تعال نفلتر مثلا على سكسسفول، بس المفروض ما الاقيش هنا، المفروض ما الاقيش هنا حاجه اقل من 60، والا يبقى انا اشتغلت غلط. طب ده انا همشي بقى واحده واحده دكتور يا عم. لا يا عم ما تمشيش واحده واحده، حضرتك هتسلكتهم كلهم كده اهو، وهتقوم باصص لي تحت، تحت هنا كده الاكسل اللي بيعمل دي معاك في اي لقطه. طيب تاني نعمل مربع عشان الناس اللي ايه شايف حضرتك البار اللي تحت ده خالص ده كده، يعني انا بقى بدل ما اخدك اقول لك ده اسمه الفورمولا بار، ودوت اسمه الريبون بار، ودوت لا انا عايز بقى حضرتك كده. انا دي طريقتي، بدل ما اقعد احفظك انت يا عم خليك انت ما تعرفش الاسم، انا رقم ما اعرفوش مش مشكله، اهم حاجه عندي ان انا بحقق الشغل اهو. فانا جيت بصيت هنا بالمنطق كده، بيقول لك رقم واحد بيقول لك مجموع الكلام ده، الرقم اللي حضرتك شايفه ده 6056، مش عايز المجموع في حاجه، الماكس 96 بالنسبه لي مش محتاجه تشيك بقى حاجه هنا، دي محتاجها قوي، دي اللي بتدلل ان انا صح. بيقول لي ان اقل حاجه عندك 60 في اللي انت عامل عليهم سيلكت دول، بس لاحظ انا شلت التاني انا مفلتر. ها طيب لا انا كده شغلي صح، لان اقل حاجه هنا 60، جميل جدا. الكاونت بتاعهم عددهم يعني 90، مش محتاجه تشيك بيه حاجه دلوقتي. طيب يا عم اطلع تاني فوق، كنترول باك سبيس، شيل اللي بقى ايه فلتر لي على الفيلد، اعمل عليهم سيلكت تاني من اول وجديد. المفروض الاقي ايه بقى؟ ها انت المفروض تقول بقى مع نفسك قبل ما اقول لك، المفروض تلاقي هنا ان اعلى حاجه اللي هي الماكس المفروض ما تجيبش 60، صح؟ ليه؟ لان لو هي لو في حاجه 60 هنا المفروض يبقى ما رسبش، يبقى الراجل نجح. وبالفعل ما فيش حاجه هنا جايبه ايه 60. طيب لو انا كنت، خلينا نرجع على طول، لو انا كنت في الفانكشن من الاول شلت اليساوي دي، انا حاطط لك اليساوي دي عشان اعرفك السنتكس لو عايز اكتب اكبر من او يساوي. يعني لو انا قلت ايه شيل اليساوي، تمام، خلينا فاكرين ان عدد اللي كانوا ناجحين قبل ما نشيل يساوي كانوا 90، وقلت له انت وعشان تتطبق على الكل دبل كليك زي ما حضرتك عرفت. طيب تعالى بقى نشيل الايه، نشوف تاني، شوف الكلام البرنامج ده اشتغل ولا بيشتغلنا. فهاجي مثلا اقول له كنترول 86، قال له 4، واخد بالك اليساوي عامل ايه؟ يبقى في كده 4 جايبين 60. تعالى ادي التيست كمان مره، اللي انا بعمله دوت الاكزامبل ابسط من البساطه، بس انا بعرف حضرتك اهميه التيست، لان اللي موجود في السوق كله، ما اقصدش حد بعينه والله ولا اقصد حد، انا بتكلم عن الناس اللي شغاله، اللي شغاله في شركات، عنده يقول لك يا عم ده شويه تيست، هنعمل تيست، انت ده تيست اهم من الشغل. بص فعلا 4 جايبين 60، حلو جدا. ده بقى حياتي الداتا اناليست يا جماعه، اللي انا بعمله ده انا بعمله طبعا على سكيل بسيط جدا، ماشي ما فيش مشكله. حلو، طيب نخش على المثال اللي بعد كده. المثال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ او الرول عندي بتقول ايه؟ انا سايب بس الحل موجود عشان خاطر يعني من الداتا كتيره، فانا مش فاكر كانت ايه، انا حاطط لك في كل حاجه سؤال. طيب السؤال هنا كان بيقول لي ان لو الاتشيفمنت بتاع الناس دي قد كذا، يعني اكبر من او يساوي 95%، فالناس دي جاي كويس جود، فغير كده يبقى باد. طيب عرفنا يا سيدي الايه الكرايتيريا بتاعتي، الحاجه اللي انا من خلالها احكم.
حلو جدا. حضرتك بقى قول معايا، انا عايز اكتب ايه؟ لو جايب 95% في مكلم نفسك كده، مش هتفهم اي حاجه، مش الفانكشنز بس الا لما تعمل زي ما انا بقول لك كده. لو جايب 95% فيما فوق يبقى هو جود. لو يبقى اف بتساوي اف تاب. حلو. قالت لي هنا ايه؟ بص هنا جايب لك دي هنا عشان خاطر انت بتكتب هنا، مجرد ما اروح فوق هينقلها لي، رجعت تاني هنا هيجيبها لي. طيب انا من الناس يعني، هو مش قران بس انا من الناس اللي بتفضل، هنشيل دي، من الناس اللي بتفضل ان هي ايه تكتب هنا، بيدي العمليه بتدي وسع اكبر يعني، وبتبقى مريحه للعين اكتر. طيب بتساوي اف. اللوجيكال تيست تاني، اللوجيكال تيست هو الشرط، هات ورقه وقلم واكتبها كده مش عيب، ده الشرط بتاعي، اللي لو اتحقق يحصل كذا ولو ما اتحققش يحصل كذا. يلا ايه الشرط برضو؟ الشرط ان القيمه اللي في السل ده اهي تكون اكبر من او بتساوي 95%. هتكتب 95% عاديه خالص اهي، لسه دي بولد ولازم تتنها بولد لحد ما اقول له كما. حضرتك هتنسى القمة وانت بتكتب، انا بقول لك اهو، وكله عمل كده في البداية. تمام. فاليو اف ترو بقى، حلو، الشرط بتاع حضرتك اتحقق، اعمل لك ايه؟ خير، الشرط بتاعي اتحقق. طيب بما ان الشرط بتاعي اتحقق، حط لي قلنا ايه؟ جود. جود دي يا جماعة، جود دي تكست دبل كوت، حضرتك هتنسى الدبل كوت برضه، ما فيش ادنى مشكلة، ما عنديش مشكلة والله. يبقى احنا نقول له مثلا جي او، او الكيبورد عندي بعافيه شويتين تقريبا مش عارف، ماشي جي او دي، ماشي حلو. امشي اروح استنى، طب لو ما اتحققش اصبر، والله لو ما اتحققش يا باشا يبقى باد اكيد يعني، ما عندناش اختيار ثالث والله، باد. حلو، اقفل القوس، خلي بالك اي فانكشن بتبدا بقوس وبتنتهي بقوس، دي حاجه يعني من ضمن السنتكس. ايه السنتكس ده يا جماعه؟ السنتكس دي اللي هو الدبل كوت، الاقواس، القمه، الكلام ده كله اللي بتوع من اي حد بيكتب الفانكشن، وبالتالي بتجيب له ايرور. طيب رحت قلت له ايه؟ انتر، بس احنا كتبناه في مكان غلط، ما فيش مشكله، نقول له ايه؟ كنترول اكس ونحطها هنا، نقول له انتر. اوبا ماشي، ما فيش مشكله، خلينا ناخد دي كده على بعضها، كنترول سي ونرميها هنا كده، كنترول في، اكننا كتبناها هنا على الله، ما حدش نخرب وراه. ماشي، واجي من هنا زي ما احنا متفقين، هوب على طول. حلو جدا، خلينا بقى تشيك، اعمل تيست بطريقه تانية، خليني اجي اعمل سيلكت كله كده، واجي من هنا كده اقول له ايه؟ من 95 فيما فوق. بص الفلتر ده، انا الحاجات دي كلها هيبقى لها سيشن تانية بس سريعا كده، فانا بقول له ايه؟ عايز افلتر بسرعه بدل ما اقعد. بص انا المفروض هعمل ايه؟ المفروض هاجي على اي حاجه فوق، اقعد ادور هنا كده، من 95، من 95، من 95 اهي فيما فوق. طب اسلكت بقى اقعد امشي واحده واحده؟ لا، فانا بقول لحضرتك لا، انا هاجي من الاول كده، اقوم جاي له ايه؟ نمبر فلترز، فلتر لي على الارقام دي. طب هو عارف ان انها نمبر؟ ما هو بيفهم، ما هو فاهم الارقام، هو قاري دي رقم، طيب وقاريها برسنتج كمان، عرفتها منين؟ بص حضرتك فوق هنا كده هتلاقي عليها برسنتج. حلو جدا، لان انا عامل الفورمات بتاعها برسنتج. طيب فانا بقول له ايه؟ بقول له حضرتك جريتر ذان اور ايكوال تو، يعني زي اللي انا كتبتها هنا بالظبط، جريتر ذان اور ايكوال تو. طيب فانا اقول له جريتر ذان اور ايكوال تو، فانا اقول له ايه؟ 95%، يعني سيب لي الحاجات اللي قد او اكبر 95%، واقول له ايه؟ واقول له اوكي. راح مفلتر لي، المفروض افتح زرار الفلتر هنا، البوتوم بتاع الفلتر هنا، ما الاقيش باد اصلا، المفروض بص كده مفيش باد، في جود بس. اه ما انت فلترت. طيب تعالى بقى ايه، اعمل العكس، فلتر بطريقه ثانيه، وهوب للزان اللي اقل من 95، المفروض تفتح هناك ما تلاقيش الا باد اصلا، باد مفيش ايه، مفيش جود لان حضرتك مفلتر. طيب الغي بقى الفلترك ليه فلتر، ترجع تاني باد وجود زي ما هم. تمام. طيب التست مهم، ودالة اف مش محتاج اقول انها ايه مهم. طيب عندي رول هنا، طيب الرول مكتوبه، ممكن نمسح على طول الكلام ده ونبدا نكتب الفانكشن من اول وجديد. هنا بقى الرول بتقول لك ايه يا باشا؟ انا عندي ناس هنا موظفين شغاله، اللي فول تايم واللي بارت تايم واللي كونتراكت واللي اورز. حلو الكلام، حلو. فالناس قالت لك ان نزل لهم زياده، اوعدنا يا رب. طيب فبيقول لك ان الفول تايم من الاخر كل الانواع تنزل 10% ما عدا الاورز 5% بس.
استنى بقى استنى بقى، ده انت رخم. بدأنا نصعب شوية. طيب انا عايز اقول له كده، انا عايز اقول له زي ما انا قلتها كده بعقلي اللاواعي كده، عايز اقول له كله يزيد 10% ما عدا الساعات، او بمعنى اصح لو هو حاجة، بص بص بنفس اللفظ ده، عايز اقول للاكسل كده، لو هنا النوع اي حاجة غير ساعات، لو اي حاجة غير ساعات زوده 10%، طب لو ساعات زوده بس 5%. طب هقولها له دي ازاي؟ ده المره اللي يعني المرات اللي قبل كده كان ايه، يا اما سكسسفول يا اما ايه فيلد، يا اما جود يا اما باد. انت امال هنا هنعمل ايه؟ يخرب بيتك، ده في ثلاثه شبه بعض. واحده واحده بقى معايا. ايكوال، المهم ان انا دلوقتي عارف ان انا هستعمل اف، انا مش عايزك تمشي ورايا ان هي اف وخلاص، لا فكر. المهم هنا هستعمل اف ليه؟ عشان في شرط لازم يتحقق. ايه الشرط اللي لازم يتحقق؟ ان الراجل ده يكون بيشتغل فول تايم. وبعد ما يتحقق هيزيد 10%. طب افرض ما تحققش، يبقى هو اصبح اورز، يبقى يزيد بس 5%. كلم نفسك كده. طيب اف اللوجيكال تيست بتاعي، الشرط، الشرط ان الراجل ان نوع الشو النوع التايب بتاعه فول تايم. حلو، ان دي تكون بتساوي ايه؟ بتساوي هكتب فول تايم، هكتبها ازاي يا جماعه؟ هكتبها بين دبل كوت. يلا اكتب، خلي بالك بقى هنا بقى في السبيلنج انا هعمل غلطه هنا، المفروض ما كنتش اقول لك ان اعمل غلطه، ماشي. فانا هقول له ايه؟ فول، لا ثواني، تايم، تي اي ام، هي دي الكيبورد، ام اي. حلو الكلام. لو دي السيل دي فول تايم، فواحد ممكن مثلا يجي في باله كده سؤال بديهي، مش على فكره مش سؤال غبي، يقول لك ايه يا عم، ما هو قدامك فول تايم اهي، امال بتختبر فيها ايه؟ ما تكتب قدامه على طول انه يزيد 10%. حلو، وبعد ما اكتب قدامه يزيد 10%، هقعد بقى حضرتك امشي قصاد كل واحد كده، فول تايم 10%، فول تايم 10%، كونتراكت 10%. انا بعمل كده، ما انا شايف قدامي ان هو فول تايم فعلا، بس ما انا شايف الايه، الليله الكبيره اللي تحت، انا مش هقعد اجري ورا ده كله. ما هو فايده الاكسل ايه، او فايده اي تول في ايه، في الكلام اللي انا بعمله ده. طيب خلص يا عم اللوجيكال تيست بتاعك؟ خلص. ان سي 2 كانت بتساوي فول تايم، متاكد ان هي كانت بتساوي فول تايم؟ انا متاكد. ماشي يلا انا هاخدك على قد عالك. طيب ماشي يا سيدي، بتساوي فول تايم، اعمل لك ايه؟ زود لي المرتب 10%. العمليه دي عمليه حسابيه، اللي هتيجي دي عمليه حسابيه ابسط من بساطه يا جماعه. انا عايز ازود ده 10%، يعني عايز 10% منه تزيد عليه. يعني ايه؟ يعني انا هضرب ده في السل بتاع السالري ده في 10%. كده زودته 10%؟ لا، ده انت كده جبت 10% من المرتب بس، انت كده نقصته، لو سبته على كده يبقى انت نقصته. طيب عامل ايه؟ زائد السل تاني، السالري تاني. فاهم حضرتك؟ يعني هو عايز تحط 10% على الرقم ده. طيب هي ال 10% من الرقم ده كام اصلا؟ ما تجيبها منه، اضربها في اضربه في 10% وبعدين نرجع اجمع عليه. طيب كوما كوما، ان ايه بقى الفاليو اف ترو، يعني لو الشرط ده اتحقق فزوده له 10%. ماشي. طب لو ما اتحققش، جيت هنا عطلت. ليه عطلت؟ هيزيد 5%. طب ما كده لو زاد 5% وجيت اعمل الاوتو فيل بتاعي، الله يخرب بيتك. طب ما اللي بعده البارت تايم دوت او الكونتراكت محتاج يزيد هو كمان 10%، فلو عملت على كده هيزودهم بس 5%. لان حضرتك نسيت من الاول، ليه نسيت؟ نسيت ان احنا عايزين نقول له كله يزيد ما عدا، كله يزيد ما عدا، هكتب له الشرط هنا مختلف. يعني من الاخر عايز تقول ايه؟ لو دي لا تساوي، او سوري، لو بتساوي اورز، كان المفروض حضرتك تقول له لو دي بتساوي اورز، في طريقتين لكتابه الشرط هنا. حلو، لو دي بتساوي الاورز بتاعي اتش او يو ار اس كوما، زودها لي 5% في 5%. حلو، حلو جدا كوما. طيب لو ما بتساويش اورز، يبقى بتساوي حاجه تانية، اي حاجه بقى من الحاجات التانية، يبقى هتزيد 10%. ما توجعش دماغي بقى، بس انسان نقول له زائد الايه، السالري كوما. فحضرتك ممكن بعد ما عملت كده تقول له إيه؟ خلاص، يبقى السالري في 10% زائد السالري تاني عشان يبقى زاد 10%. يبقى اذا لو دي اورز ساعات هتزيد 5%.
طيب لو هي مش اورز يبقى هي اي حاجه تانية. ما خلاص ما طلع حظي حلو ان الحاجات التانية كلها هتزيد 10% زي بعضها، الحمد لله. اقفل يا باشا، كوسك على كده والدنيا زي الفل، تمام. اوتو فيل اشتغل، واحد تاني دماغه شغاله شويه او شويتين، فنقول له مثلا انسرت هنا عشان الدنيا تبقى واضحه، ونقول له نيو سالري تاني، معلش استحملنا، ونقول له ايه بقى؟ تعالى نكتب الشطه. بتقول لي الشطه دي طريقتين للكتاب، عايز اقول له لو هو اي حاجه ما عدا بالطريقه اللي دماغي قالها بيها، انا دماغي فعلا قالتها كده في الاول، لو اي حاجه ما عدا الساعات زوده 10% ما عدا الاورز. طيب ايه ما عدا دي؟ هتتكتب ازاي يعني ما عدا دي؟ كالاتي: بتساوي اف لو ده لا يساوي ما عدا، يعني ما هي لا يساوي ما عدا. طب علامه اللا يساوي عامله ازاي؟ عامله كده اهو، علامه اكبر من واصغر من باصين لبعض، تمام. لو هو لا يساوي ساعات اتش او يو ار اس كما، هتعمل لي ايه؟ هتزوده لي 10%. ما هو لا يساوي ساعات اهو بقى، يعني يساوي اي حاجه من الحاجات التانيه بتاعتي. حلو جدا، يبقى ده يزيد 10%. يزيد 10% ازاي؟ في 10% زائد السالري تاني كما. طب لو طلع بقى بيساوي ساعات، خلاص ما انا عارف اللي فيه، هزوده يا سيدي 5%، ما تزعلش، في 5% زائد 5% المرتب تاني. حلو جدا، هتلاقي نفس الارقام. طيب انا مش مصدقك، مش مصدق ان هي نفس الارقام، بس شيء بسيط خالص، قول له تيست. انا يوميا ما فيش يوم بيعدي عليا في الشغل لما الكلمه دي بكتبها، تيست بتساوي الكولوم ده ناقص الكولوم ده، واقوم جاي اقول له ايه؟ اوتو فيل، واجي هنا كده واقول له ايه؟ فلتر. لو لقيت حاجه غير صفر يبقى انا غلط على طول، فلتر ايه؟ مفيش الا صفر، الدالة الفانكشن بتاعت صح، شيل الفلتره تاني زي الفل. وصلت؟ اعتقد وصلت، عشان نسيب برضو مساحه. حلو قوي. طب ايه بقى الحاجه اللي انا كنت عايز اعملها غلط وانتوا فلتوا مني؟ لا اعملها برضو. خلينا نجيب نفس ده عشان ما نكتبهاش من اول وجديد، كنترول سي عشان اوري حضرتك، احسسك يعني ايه سينتاكس. كنترول في زي ما هي كده الفانكشن، واجي هنا كده مثلا واقول له ايه؟ ما حصلش حاجه يا عم، استنى استنى، هنسمي ده تيست تاني. حلو، ونقول له هنا انسرت هنضل تيست بقى، ماشي مش مشكله. حلو، وهنقول له ايه؟ بتساوي اي واحد بقى من دول، ما ده هو ده، بتساوي ده ناقص ده. انا متوقع ان الخطأ هيكون في الاورز، في الساعات. شايف حضرتك السوالب اللي ظهرت دي؟ سالب. ليه بقى؟ انا متأكد ان كلهم في الاورز، لاني كاتب اورز غلط وانا قاصد اكتبها غلط. طيب وفينا يا عم، احنا لسه مش فاهمين انت بتقول ايه. اقول لك بقول ايه، طيب تعالى بقى على اورز كده، او تعالى على الحاجات اللي فيها غلط من الاول عشان نبقى بنتشك صح. اي حاجه ما عدا الصفر، فانا عايز اقول له ايه؟ does not equal. بص الفلتره هنا هتبقى ايه؟ هات اي، بص انا بسرع على نفس الشغل ازاي، كان ممكن افلتر بكذا طريقه ثانيه، بس بالتالي مفيش اسرع من دي. اي حاجه does not equal، اي حاجه غير الصفر. فجاب لي كل السوالب زي ما حضرتك شايف، مفيش صفر. حلو، انا متاكد لما اروح ادوس على البوتوم بتاع ده مش هلاقي غير الاورز. بص مش هلاقي غير الاورز، ليه؟ لان هي اللي فيها الغلط. ليه بقى؟ اقول لحضرتك ليه. تعالى بقى شوف السنتكس اللي حضرتك كاتب بيه الكولوم ده. طيب نفك بقى الفلتره، خلاص عرفنا اللي فيها. تعالى نشوف السنتكس. حضرتك جيت بعد حرف الاس ده وعملت سبيس، في حين ان كلمه اورز اللي مكتوبه هنا مفيش اس بقى، مفيش سبيس بعد الـ بعد الاس. فدي بقى حاجه من ضمن الحاجات الداتا كليننج اللي مهمة جدا لازم تاخد بال حضرتك منها. فممكن يكون السيستم مطلع لي ايرور، زي فور اكزامبل حاجة حصلت معايا انا شخصيا، شخص ما في الشغل عندي اسمه حاجة أسامة، اسم والده أسامة. أسامة السيستم مرة خرجها لي بالأو، ده مثال عملي والله حصل معايا، ومرة خرجها لي باليو. جيت أعمل بيرفورمانس للراجل، لقيته في حاجة جايب 40% وفي حاجة تانية جايب مش عارف 53% ولا جاي مش يعني ما علينا، جايب حاجة و50%. انت متخيل؟ وصلك احساسي؟ فانا بقى عندي شخصين بقيمه، والشخصين البرفورمانس بتاعهم في الارض. ليه؟ عشان خاطر اصلا هما شخص واحد.
فهي دي الفكره اللي بقول لحضرتك فيها. فمثلا اسبيس هنا، مش عارف اسبيس هنا، مش عارف اسبيس في الاول خالص، كل الكلام ده بقى، ده الكليننج بقى اللي حضرتك مطالب ايه تعمله. تمام. طيب هيجي عند حضرتك ايه تاني كده؟ فهمنا الحته دي، واللي يهمني فيها ان حضرتك عرفت حته ما عدا دي بتتكتب ازاي، اللي هو لا يساوي. حلو جدا، ماشي. انسرت عشان ايه الشتيتان ونضيف كده لما نرفعه لحضراتكم والدنيا تمام. جميل، يبقى كده عندي دي الفانكشن بتاع اف. تاني سريعا، لوجيكال تيست الشرط كما او سيمي كولون. تاني، شوف جهازك بيدعم ايه، ثم الشرط بتاعي. الشرط بتاعي ده ممكن يكون في عمليه حسابيه، ما هو قدام حضرتك اهو، عمليه حسابيه دي ولا مش عمليه حسابيه؟ عمليه حسابيه، ضرب ثم جمع. ولو عايز اعمل حاجه، لو كان العمايل غير كده كنت هعمل. المهم ده اكزامبل ان في عمليه حسابيه اتعملت. حلو كده، حلو جدا. طيب خلصت اف، نقدر نقول خلصت اف مبدئيا. ايه ده مبدئيا؟ تناوي على ايه؟ هنشوف ناويين على ايه. خلينا مثلا في بعد كده، تعالي نستد اف. ايه يا عم نستد اف؟ تقول ايه؟ المفروض ما كنتش اقول لك ان هي نستد اف، بس يلا. طيب خلينا ناخد الرول الاول. الرول هنا بتقول ايه يا جماعه؟ الماوس كمان هنك. الرول بتقول ان لو الاتشيفمنت اكبر من 95%، خلينا نحطها هنا كده 95%، تمام، واللي بعده اكسلنت، واللي بعده 90، وبعدين 85. ماشي، 90 وبعدين 85، وخلينا نقول هنا كده بيست فاليو، كنترول سي بيست فاليو عشان ما ينلوش بالفانكشن بتاعته يعني. واي حاجه بقى ايه من الافريج او كنترول سي بيست فاليو، ونقول بيت بقى. ماشي، سهله دي، نكتبها بايه؟ بايدين. طيب الرول عندي بتقول لي ان الموظف ده او الاي دي بتاعه، سواء بقى منتج او ايا كان، ايا كان هو بيتارجت ايه او بيتكلم عن ايه، لو هو جايب، ركز معايا بقى، الاكزامبل ده مهم جدا، دي حاجه بقى ايه مور ادفانس. بيقول لي ايه يا جماعه؟ لو الراجل دوت جايب اكبر من 95% فهو اكسلنت، لو جايب 90% فيما فوق، بس طبعا لسه ما عداش ال 95 او ما عداش ال 95 فهو فيري جود. لو هو جايب فوق ال 85 يبقى هو ايه؟ متوسط، افريج. لو هو اقل من 85 يبقى بايت. بس خلاص عرفنا الرول ده. سؤال البيزنس، سيبك بقى من ايه، انا ما احبش اقول لك انت هتستعمل ايه، انت تستنتج. انا بقول لك الرول اللي عندي انا حاططها في شركتي كبيزنس، ان الشخص دوت لو الاتشيفمنت بتاعه اللي هو ده جايب اكبر من 95% فهو اكسلنت. طيب جايب 90% فهو فيري جود. طيب جايب 85% فيما فوق، طب فيما فوق دي تقصد ايه؟ طب ما 90 فوق ال 85%، لا اقصد اقول لك يعني ما بين ال 85 و90، وهنا ما بين ال 90 وال 95، وهنا من 95 لحد النهايه لحد 100% يعني. طيب كل ما هو تحت ال 85 فهو سيء، رديء، بات. حلو الكلام؟ حلو الكلام. دي الرولز اللي محطوطه في البيزنس، حطها الاونر، حطها اللي حطها، المهم دي الرولز. ها عايزين نطبقها بقى عشان بعد كده هنعمل احصائيه عليهم. انا بدخلك من حاجه لحاجه، بس خلينا في دي دلوقتي. ده هناك يا عم كانت الدنيا حلوه، لو يمين يبقى صح، لو شمال يبقى غلط. ده هنا في كم اتجاه؟ ده في 4 اتجاهات، في قدام ورا شمال يمين فوق تحت، اروح فين؟ واحده واحده بقى. دي اسمها اف نستد، او نستد اف سوري، اللي هي اف المتداخله من الاخر. في كذا اف في الموضوع، يعني ايه برضه؟ بص حضرتك، انا هاجي بمنتهى البساطه خالص اقول لحضرتك ايه اكوا. انا عرفت منين ان انا استعمل اف اصلا، سواء نستد او ما نستدش؟ عرفت ان انا في لوجيكال لازم يحصل، او في شرط لازم يحصل، ان الراجل دوت يجيب الرقم دوت او الرقم اللي تحته، ما علينا. فعايز اقول له اف. خلي بالك بقى هنا لما اجي اشرط عليه،
من وجهة نظر حضرتك، فكر قبل ما انا اقول، انا عايزك تفكر، ابدا من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير؟ مش فاهم منك حاجه. طيب يعني ابدا اقول له لو جاب فوق ال 95 تعتبره اكسلنت، يعني ابدا من عند الاكسلنت ولا من عند الباد؟ انا هجرب مع حضرتك وابدا من عند الباد. انا ما اعرفش، انا بخبر، الفكره ما جاتش في دماغي. فانا بقول له اف لو الفانكشن دي، لو الاتشيفمنت ده اللوجيكال تيست، الشرط ده اقل من كام؟ 85%. كم؟ ها هتعمل معايا ايه؟ هقول لحضرتك ان انت بات. خلي بالك انا لحد الان ما اعرفش اصلا بعد دي هعمل ايه، انا بدات كده على الله ومش عارف اصلا، لان في كذا شرط تانيين المفروض اصلا ان انا اقول كما، واجي هنا اقول له ايه؟ يا اما بات يا اما حاجه تانيه، انما حضرتك هنا حطيت لي 4 حاجات. نعم خير. طيب خلصت حضرتك؟ عايز تشرط شرط جديد، صح؟ مش حضرتك عايز تشرط شرط جديد، عايز تقول له ايه؟ ما هو لو جايب اقل من 85% يبقى بات. طب ما مش جايب اقل من 85%، هل اقول له اكسلنت؟ لا. طب افرض ما جابش درجه الاكسلنت، افرض جايب 90، خلاص عايز ايه؟ شرط جديد، يبقى اف جديد. بس بسيط، عشان كده سميناها اف المتداخله، في جواها كذا اف ببعضها، يعني هكتب اف تانيه جديده من اول وجديد. ايه ده، هو ينفع؟ طب ما نفع، هو الراجل شغال معايا زي الفل. تاني نفس الشرط، اف لو الاتشيفمنت بتاع الراجل دوت، انت كتبت له الشرط الاولاني اقل من 85% اللي هو الباد. طيب انا عايز اقول له بقى ايه؟ من اكبر من 85%، يعني عايز اقول له ايه؟ اكبر من 85%، فهيبقى ايه؟ افريج. انت متاكد من انت بتقوله؟ بس خليها على الله، امشي بس. بتساوي، لان مش دبل كوت، دي رقم عشان كده هكتبها على طول، 85% بتساوي بس ولا اكبر؟ خلينا نقول اكبر من او تساوي، لازم لو هكتب اكبر من او اصغر من لازم تيجي قبل علامه اليساوي. اعمل معاه ايه؟ والله اعمل اللي معاه، اكتب لي افريج. طيب عايز اشرط شرط جديد لان الشروط لسه ما خلصتش. طيب لو جايب اكبر من 90% يبقى الراجل ده فيري جود، ماشي مش مشكلة، شرط جديد يعني، ماشي. اف لو السيل دي اكبر من 90% كم؟ ها ده الشرط بتاعك. اعمل معاه ايه؟ والله حضرتك هتكتب لي قصاده بس بعد اذنك فيري جود. طيب زي الفل. كم عايز تشرط شرط جديد؟ لا. يا عم عايز ايه اللي لا؟ يعني فاضل لي شرط واحد، ماشي. ما الراجل فاتح لك اهو سيل قايل لك فاليو اف ترو، يعني لو كل اللي فات ده ما حصلش يا باشا، فاليو اف فولس ديت تخص اف الاخيره، ماشي. ما ايه المشكله؟ هتشتغل برضه لو انت شغال صح، هتشتغل ما فيش مشكله. اهم حاجه ان اخر شرط ما بيعملوش اف جديده، ده الاخير عندي بالنسبه لي الاكسلنت، ما انا جايب من تحت لفوق. فخلاص لو هو ما هوش فيري جود ولا افريج ولا مش عارف ايه تاني اللي هي الباد، فهو بالتالي ما بقالوش انه غير انه يبقى اكسلنت، فبالتالي هكتب له اكس اي اكس سي اي ال اي ان سي. انا ماشي صح وزي الفل، انا تمام، هنعرف دلوقتي. طيب حضرتك انت قلت لنا لازم نقفل الاقواس. حضرتك فتحت كام قوس؟ فتحت 3 افات، كل واحده فتحت بقوس، يبقى حضرتك لازم تقفل 3 اقواس. طب فتحت 50 اف، عادي عادي الاكسل مش هقول لك لا، لحد ما لا نهايه افات، بس المهم اللي تفتح لها تقفل لها قوس. فحضرتك فتحت 3 فتعمل 3 اقواس، 1 2 3، وتقول له انت الله اشتغلت اشتغلت، بس اصبر. تعال بقى نعمل التيست. انا هنا هاجي اقول له، هو التيست عامه باين من اوله اهو ان ده جايب 97% و8 من 10 وقايل لي افريج، المفروض ان الراجل ده يبقى اكسلنت. اولا حضرتك مش هتلاقي غير باد وافريج، عايز تصدقني؟ يا اما باد يا اما افريج. ليه؟ لان حضرتك كاتب سنتكس صح. دي بقى النقطه اللي انا بتكلم عليها، ده اكتر مثال انا حابه اصلا. ليه؟ عشان خاطر تفهم حضرتك الرغي اللي انا برغيه في الاول ليه، اللي هو هنا حضرتك كاتب سنتكس مظبوط، والا ما كانش طلع لك نتائج، يا اما كان طلع لك ايرور، يعني كنت هتفتح هنا كده تلاقي مكتوب ايرور. اي نوع بقى من انواع الايرور؟ الايرورز انواع كتير. طيب لكن هنا لا، ده سنتكس عالي العال، بس لوجيك غلط. لوجيك ده كده كده انت بقى مطلع ارقام غلط. ليه يا باشا؟ ما قدامك هو مش المفروض ده يبقى اكسنت؟ ما هوش اكسنت. وده المفروض يبقى اكسنت؟ ما هوش اكسنت. ليه بقى؟ عشان حضرتك جريت على الكتابه، فرحت بالسنتكس، ما فكرتش.
وعشان حضرتك مش فاهم الفانكشن. اف بقى بتشتغل ازاي؟ اف يا باشا اول لما الشرط يتحقق ما بيبصش على حاجه تاني، ده جهاز غبي، ده برنامج غبي يا عم. ما انا قايل له هنا اهو، لو هي اكبر من 90 فاديها فيري جود، ولو هي مش ده كله اديها اكسلنت. ما ادالوش اكسلنت ليه؟ عشان يا باشا ده انطبق عليه شرط قبل كده، يعني ال 97% دي اول شرط هينطبق عليها هيطبقه، مش هيكمل اصلا. يعني هو قام جاي عامل ايه؟ اقول لك الاكسل عمل ايه. قام جاي هنا كده باصص على على اف 3 دي اللي هي دي، حلو، راح بص عليها لقاها اكبر من 85% وبالتالي ده افريج. طب ما تخليه يكمل. لا يا باشا هو بيكملش، هو اول لما الشرط يتحقق بس ما بيكملش. هو جه عليها الاول قام قال ايه؟ هل انت اصغر من 85%؟ لا انت اكبر. طيب اللي بعدك، هل انت اكبر من 85%؟ اه، خدي افريج. اللي بعده وهكذا، فضل يمشي كده، لذلك ما قدرش يوصل لل 90. يعني هو ما قدرش يوصل للحته دي كده من عند اف دي كده، هو ما راحش هنا خالص. طب عرفت منين؟ اهو ما جابليش هنا اي حاجه، هو بيقف عند افريج. ليه؟ لان هو هنا بيتعامل يا اما باد، يا اما قصدي يا تحت ال 85 يا اما فوق ال 85. اه، يبقى اللوجيك بقى كان بيقول ايه الصح اللي المفروض كان يتعمل؟ اللي المفروض كان يتعمل ان حضرتك تبدا من فوق لتحت. ايه ده، قران كل مره؟ لا، ما فيش حاجه اسمها قران. انا بقول لحضرتك تفكر قبل ما تكتب. هو دلوقتي حضرتك فهمت طريقه شغل الفانكشن، النقطه اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول، اللي هي ايه؟ تفهم لما بتكتب الفانكشن راحت فين. اهي، تفهم لما بتكتب الفانكشن البرنامج بيبدا يفكر ازاي. حضرتك هنا لما بتكتب الفانكشن البرنامج بيبدا يفكر ازاي، زي ما انا وريتك كده، اول شرط بيتحقق بس يا باشا انا مش مكمل، هحققهولك واجري. طيب انا مش، بما انك بتفكر كده، ما انا مش قدامي عشان اغصب عليك، يعني انا اللي بني ادم، انا اللي عندي عقل، يبقى لازم اخدك انت على قد عقلك. اه، يبقى اكتب لك حاجه لوجيكال بالنسبه لك، اللي هي ايه؟ هقول لك يا باشا، بتساوي اف الاتشيفمنت بتاع حضرتك اكبر من 95%، حط لي كما، انا هقعد اعمل دبل كوت ومش عارف ايه، انا زهقت. خد بقى المعلومه دي، ممكن اقول له ايه؟ حط اكسلنت، بس لازم انا اثبت السيل. يعني ايه اثبتها؟ اثبتها ازاي الاول؟ ان انا وانا بعد ما ضغطت على كده اقول له ايه؟ اف 4 من لوحه المفاتيح. طيب يعني كل مره هجيب القيمه اللي في السيل اللي اسمها ام 3 دي تحطها لي لما الشرط ده يتحقق. طب لو انا ما ثبتهاش كده هيقعد ينزل، دي حاجه اسمها السيل ريفرنس. يعني بدل ما اقعد اكتب دبل كوت واعمل تاني، الشغل بيتم كده يا جماعه، الشغل العملي بيتم كده، بس انا مش عايزك تعمل كده الا بعدين. ليه؟ عايزك تكتب السنتكس مره واثنين وثلاثه، لذلك ما قلتها لكش من الاول. طيب، واتمنى يعني ان انت ما تستعملهاش في الاول، بس في شغلك مش هتستغنى عنها. طيب، فانا بقول له لو هي اكبر من 95% هتحط لي القيمه اللي في اكسلنت، بحيث ان اصلا لو غيرت القيمه اللي في اكسلنت بالتالي القيم ده هتتغير. دي حاجه اسمها السيل ريفرنس هنتكلم فيها اكيد، بس مش المره دي. كاما، طب لو ما اتحققش، ما احنا اتفقنا بقى حضرتك هتشوط شرط جديد براحتك خالص، اف جديده. لو القيمه دي كانت اللي بعده كانت ايه؟ كانت اكبر من 90%، كما حضرتك هتعمل ايه؟ لسه هعمل دبل كوت وش... لا يا عم اكتب له فيري جود، وما تنساش تثبت الريفرنس. طب لو ما ثبتهاش هيطلع لك قيم غلط وهيطلع لك ايرورز اصلا. ليه؟ لانه هيفضل يجري، هقول لك ليه دلوقتي. طيب كام فاضل شرط تالت؟ طب هو الاخير؟ لا، يبقى في اف. اف ايه؟ برضو السل دي اكبر من 85%، كما ها هعمل ايه مع حضرتك؟ حضرتك هتحط لي افريج، بصراحه انا مكسل اكتبها يعني، فاهي بس ثبتها عناية. حاضر. طب لو ده كله ما حصلش، ما فاضلش غير باد، مش مستاهل اكتب لها اف. يعني هي مش مستاهل اكتب لها اف ليه؟ هو ده اللي فاضل، وانا عندي ايه؟ فاضل لي فاليو اف فولس. يعني لو كل اللي فات ده ما اتحققش، حضرتك هتكتب ايه؟ حط لي اللي هنا برضه، السنه برضه والله مكسل اكتب باد. حلو قوي. واقوم جاي ايه؟ انا فتحت كام اف؟ ثلاثه، هم برضه ثلاث اقواس. انت اشتغلت. بس يا باشا زي الفل. عايز بقى تتشيك، تشيك فور اكزامبل مثلا، تعالى نتشيك على الحاجه اللي هي بتوين ونجرب. اه حلوه، حلوه بتوين دي. تعالى مثلا من 85% ل 90% المفروض الاقي ايه؟ ما اعرفش، المفروض الاقي افريج صح. طيب شيل الفلتر، تعالى مثلا افلتر على، على فكره لينا قاعده جامده في الفلترز يعني، دونت وري.
طعام فلتر المايه ده من هنا سوري، دي بقى تيكست فلتر ويبقى بالمره شفناها، بس هم اربعه مش كتير. ماشي مش هنلحق نعمل فيها حاجه، ماشي هيجي وقتها. طيب تعالى هنا كده فلتر، عايزين الحاجه اللي جريتر ذان مثلا، خلينا او خلينا نقول اللي ليس ذان 85، المفروض الاقي ايه؟ المفروض الاقي باد. بالفعل ايه ده، معقوله اتنين باد بس؟ انا شاكك، حقك تشك. يلا بقى ورينا شطاره حضرتك. هتتحقق ازاي من الشك ده؟ هتتحقق حضرتك ان انت هتيجي هنا كده وتبص، اه هم اصلا قيمتين عندك بالعدد، يبقى 85 واحد من عشرة ستيل برضه، ستيل برضه فوق ال 85. طب حلو ماشي، يبقى انا كده صح، حلو كده الكلام، حلو. طيب ازاي بقى الاكس، مش هسيبك وامشي، الاكسل افكر ازاي؟ بص بقى ليه لما جبتها له من فوق لتحت قارت يا جماعه، عشان خاطر هو عمل كالاتي. تعالي انت بتتشي، انت الشرط بتاعي، انت اللوجيكال تيست بتاعي، اه هل انت اكبر من 95؟ اه خدي خدي اكسلنت زي ما الراجل قال، حلو. اللي بعدها هكذا، اللي بعد اه تعالي، هل انت فوق ال 95؟ يا دي بكنا على 94 4 من 10، فقالت له لا، راح مكمل خش على اللي بعدها. طب هل انت اكبر من 90؟ قالت له اه. طب خد الفيري جود اللي قصادك، حلو، انزل على اللي بعدها. راح نازل لحد، خلينا نشوف حاجه، خلاص كلكم بقيتوا فيري جود دلوقتي، خلينا نشوف. طب انا مغلب نفسي ليه؟ فور اكزامبل مثلا حاجه على الافريج مثلا، اه راح جاي هنا كده على ال 89 و9 من 10. يا عم يعني ما... لا هو قراها كده، دي بالنسبه له غير ال 90، 1 من 10 يا باشا، 1 من 1000 ما تزعلش. المهم ان هي بالنسبه له ما هياش 90. راح سالها اول حاجه، قال لها هل انت اكبر من 95؟ قالت له لا. راح مكمل، طب هل حضرتك اكبر من 90؟ قالت له لا. طب هل حضرتك اكبر من 85؟ قالت له اه. قال خلاص يبقى تاخدت ايه؟ الافريج. غير او زي، قصدي مش غير بقى، زي اللي كان بيعمله المره اللي فاتت، بس كان بيعمله من تحت لفوق. يبقى ايه اللي بيحكم حضرتك؟ اللي بيحكم حضرتك الرولز اللي عندك، وان حضرتك بتفكر قبل ما تكتب السنتكس، لان انت ممكن تكتب سنتكس صح وتطلع نتائج غلط وترجع تقول مش شغاله. لا هي شغاله. طيب تعالى بقى ايه، يا ربي انت طبعا حضرتك شفت المنظر ده دلوقتي، ايه بتفكر تقفل وتقوم؟ لا ما تقومش، تعالى الرول عندنا ايه الاول يا جماعه؟ الرول زي ما حضرتك شايف كده. طيب بما اننا عرفنا الرول فده مش محتاجينه في حاجه. الرول باختصار شديد بتقول لي الفول تايم هيزيدوا 10%، البارت تايم هيزيدوا 7%، الكونتراكت 3، الاورز 2، بس خلصت. خلصت؟ طيب هيزيد بشرط، ايه الشرط؟ انه يبقى فول تايم. بس انا عندي كم شرط؟ عندي كذا شرط، بما اني اصلا في كلمه شرط في الموضوع يبقى انا هستعمل اف. حلو. طيب هل هستعمل اني اف؟ ده انا عندي شروط كتير، يبقى كذا اف، انا زعلان ليه؟ يلا يا باشا نتوكل على الله. بتساوي هنا الترتيب مهم يا جماعه؟ لا. ليه؟ لانه اصل هو يعني فول تايم فخلاص فهيزيد يعني الموضوع. طب تعالى ايه نعكها في الكتابه كده ونشوف هتجيب لوجيك ولا لا، مش زي التانية دي بقى انا عصيد الاتنين ورا بعض. اللي هناك كان لازم تبقى عينك في وسط راسك، ولازم كل ما انا تسأل حضرتك السؤال ده، هل ترتيب كتابة الشروط هيأثر عليا في حاجة؟ وإيه اللي هتطلع نتائج غلط؟ طيب خلينا هنا مثلا، انا ما خدتش بالي، خلينا كده ايه نكتبها كده على الله كده. اف لو هي دي بتساوي كونتراكت اللي انا بقوله ده. طيب ما تيجي نثبت سيل تاني عشان الوقت بقى، يعني حضرتك فهمت يعني المفروض دلوقتي افتح تابل كود واكتب كونتراكت. طب ما تفتح يا عم، انت ليه دلوقتي كتبت السيل؟ لا لو هشاور عليها بسيل ما بفتحش ايه؟ ما بفتحش تابل كود. بس بقى ما تنساش تثبتها، ما تنساش تاني تثبتها. بثبتها ازاي؟ ان انا بحط بعد ما بكتبها بضغط اف 4 بس. طيب اللي هو باختصار شديد بحط علامه الدولار ساين قبل الحرف وقبل الرقم، تمام كده كاما. بعد كده لو السيل سي 2 بتساوي السل دي اعمل ايه؟ يعني لو بتساوي السل دي اللي هي الايه؟ اللي هي اللي هي الكونتراكت، فهتزيد 3%، يعني هتزود لي المرتب ده يزيد 3%. اتفقنا 3% هتتكتب ازاي؟ في او زياده 3% زائد المرتب تاني، ما تنساش دي، هجيبها على جنب دلوقتي هشرحها لحضراتكم. طيب كام طلع يا سيدي؟ ما بيساويش. في شرط تاني؟ اه ده في شروط تاني، اف جديد، ما تزعلش نفسك لان عندي كذا شرط، انما لو كانوا شرطين كانت سهله. حلو. بعد كده طيب لو السل دي برضو
طب انا ليه مصمم على السيل دي؟ لان انا بكتب قصادها، ما ينفعش اختار غيرها، وعشان الاوتو فيل تشتغل معايا واوفق على نفسي، ومش مش بس اوفق على نفسي عشان اطلع حاجه صح. طب لو سي 2 دي بتساوي، خلينا بقى نجيب مثلا بارت تايم، وما تنساش ثبتها، انت هتنسى، انا عارف ان انت هتنسى، وانا عايز تنسى وتطلع لك ايرورز، مفيش ادنى مشكله. لو هي بتساوي الرقم الحلو ده هتعمل ايه معايا حضرتك؟ هقول لحضرتك ان السالري بتاعك هيزيد 7%. اه، في نقطه بقى احنا نسينا نعملها، نسينا نثبت السيل اللي بنضرب فيها، خلينا نقول 5%، او خلينا بص اقول لك، لا خلينا نقول 7 زي ما احنا عملنا كده، ونثبت الايه السيل دي، يبقى عشان ما نكتبش حاجه خالص، الكسل قاتلنا. طيب حلو، زائد السلبي نفسه، حلو الكلام. لهدف في دماغي على فكره دي، هقولها لك بعد ما اخلص كاما. طيب انا كده فهمت. طيب في شرط تاني؟ اه يا باشا، في لو هي السيل دي بتساوي فول تايم، ولا اقول لك خليها اورز، وهنجيب فول تايم اخر حاجه، عشان انا هنا بوريك ان الترتيب في الحاله اللي انا فيها دي مش مهم، عشان كده هتشتغل معايا ان شاء الله. كما اه، لو طلعت بتساوي اورز هتعمل ايه حضرتك؟ هضرب، هزود لك السالري 2% بس، وما تنساش تثبت دي. طيب في، او سوري بقى، زائد السالري تاني عشان الزياده، حلو جدا. كما فول تايم، اكتب اف تانية، خلاص ما بقاش غيرها بقى. خلي بالك ان انا جبت ايه، 3 2 4 1، بص من النص للاخر للاول. طيب اما اشوف كام هتعمل ايه حضرتك تاني؟ هتضرب لو هي فول تايم، ما انا مش محتاج اشوف التاني بقى، مش محتاج اقول له لوجيكال تيست هنا خلاص، ما هي لو مش كونتراكت ولا بارت تايم ولا اورز فهي فول تايم، انا محتاج اقول له لو هي مش حاجه من الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم دول، ايه اللي هيحصل؟ ان السالري هيزيد بقيمه 10%، زائد السلبي تاني. طيب حضرتك فتحت كام اف؟ فتحت 3، قفلت 3 زي الفل ورا بعض كده، اه ورا بعض. انت ايه ده مش هو ده؟ اه ده اشتغل. اه يا باشا اشتغلت، واشتغلت صح بالمناسبه. تمام. خلينا بس نشرح الحته دي عشان ممكن تكون لفه مع حد، حوالي ان انا بضرب في رقم وارجع من التدريب. انا بقول لحضرتك انا عايز ازود الرقم ده 10%، فحضرتك مثلا متخيل ان انا هضربه في 10% بتساوي الرقم ده في السيل دي مثلا، هل ده كده زاد 10%؟ ده قل يا جماعه، ده قل لحد 10%، يعني هو هنا كان 2371، هنا بقى 273، فطبعا فرق السماء والارض، فكده دي ال 10% منه. طب لو انا عايز بقى دي، انا عايز ازود الرقم ده عليه، يعني المفروض اقول بتساوي دي زائد دي، فهيديني نفس الرقم اللي طلع لي هنا، لان دي ال 10% فعلا اللي المفروض تزيد عليه. تمام كده؟ تمام. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى بتاعت إن أنا أثبت دي، ليه بقى قلت أثبت دي؟ هقول لحضرتك ليه. لو جه مثلا الرول اتغيرت وقال لك، خلينا برضه نكبر عشان ممكن يكون الكلام بعيد شوية عشان الريكورد. طيب لو جه الرول اتغيرت وقال لحضرتك إيه؟ لا لا يا جماعة، إحنا الشهر ده تزودت السنة اللي فاتت كام؟ طب خليني دول 8% مش 7، أو خليهم عايزين رقم عشان يسمع شوية، فخلينا نقول 12 مثلا. تمام، خلي بالك ان احنا هنزود بتوع الايه، البارت تايم، ماشي، تخليهم 12%. مفيش حاجه بارت تايم ظاهره كده على الوش، بارت تايم. طب ما نفلتر، صح، الذكاء ده، تعال نفلتر على البارت تايم وشوف ايه اللي هيحصل. انا شفت ايه اللي هيحصل. طيب كنترول زد، الفلتره خدت دور، ماشي، مفيش بارت تايم قدامي. طب ما صح، فلتر على البارت تايم تاني، معلش انا بتست مع حضرتك، وهات بس مجموع السلبي كان كام، المجموع كام، يعني احفظ الرقم، ترى 11 31 07، حلو، 11 31 07، بمجرد التقرير الشهري الجديد، فانت انا لسه اعمل ده كله، قال لك ده هيزيده 12%، بمجرد بعمل كده اقول له انتر، في حاجات كتير اتغيرت. طب انا مش مصدقك، هتروح حضرتك تفلتر تاني وتشيل وتخلي برضو البارت تايم، اعمل بقى نفس السيلكت بتاع حضرتك، كنترول شيفت سام تحت،
11 83 92. في تغيير، في تغيير طبعا، بس دي الفكره اللي انا بقول لحضرتك عليها. عشان كده دي فايده السيل ريفرنس اللي هنجي لها ان شاء الله، بس مش المره دي. فدي معنى الكلمه، غيرت 12 رجعتها 10 خليت 8، خلاص هي كله دلوقتي بيسمع. يبقى انا بدل ما ارجع اعيد السنتكس تاني، لو انا ما كنتش كاتبها كده هرجع اعدل في السنتكس تاني، مفيش مشكله. لكن رقم واحد اتغير، فبدور لنفسي على الاسهل. بس ما تلجاش لده لما ايدك تاخد على الشغل. انا مش عايز اقول لك كل حاجه سهله دلوقتي، انا عايزك تشتغل بايدك، مش والله مش عنده ولا عايز اصعب عليك. طيب خلصنا كده النستد اف، ندخل بعد كده خلينا نقول دونت سيف عشان نبعت لكم الفايل ايه زي ما كان. دونت سيف برضو، خلينا نيجي للحته بتاعت اندو او. اندو او من خير، هي من ضمن برضو اللوجيكال فانكشن. خلينا نقول دوبليكيت مثلا، كوبي، هاخد كوبي من الشيك كله مره واحده ونشتغل على ايه، على نظافه. ماشي، ماشي، انا نمسح كل دول عشان ما فيش حاجه تبقى ايه، حاجة تبقى مسمعة. ديليت، وهات لنا الرولز بتاعتنا من هناك، كنترول سي، ارميها هنا كده بعد اذنك، او خليها هنا كده. تبدأ بقى ايه الرخامة، الرخامة في الاول، لكن بعد ما تفهمها هتبدأ تقول، هتبدأ اللذاذة. نصغر سيكا، ماشي. طيب هنا الراجل ده بقى ايه عايز مني ايه؟ الراجل ده عايز مني كالآتي، بدأ يرخم عليا، بيقول لي بقى بص يا باشا، انت مش هتزود كده عمياني. يعني ايه مش هتزود عمياني؟ يعني حضرتك محتاج عشان خاطر الراجل ده يزيد لازم يحقق اكتر من شرط، وطالما زادهم عن شرط واحد خلاص، يعني بالنسبه لي شرطين شرطين زي 1000، طالما اكتر من واحد فشرطين زي 1000. طيب ايه بقى الشرطين بتاعك؟ قال لك لكل واحد شرطين، لكل نوع من الناس دي شرطين. ايه برضه مش فاهم ايه الانواع اللي عندك؟ بقول لك ان يكون فول تايم و و جايب اتشيفمنت اعلى من 5، يزيد 10%. يعني هناك كنا بنعمل ايه يا باشا؟ هناك كنا بنقول يا اما فول تايم يا اما بارت تايم يا اما كونتراكت يا اما اورز، صح؟ صح. لا هنا فول تايم وحاجه مع الفول تايم، هنا البارت تايم وحاجه مع البارت تايم، هنا كونتراكت وحاجه مع الكونتراكت كده. يعني اف متداخله برضه، بس انا عايز شرطين جوه اف نفسها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عندي حاجه، في عندي فانكشن اسمها اند وفانكشن اسمها اور. دول في فانكشنز كده كتيره جدا 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 ما بتستعملش لوحدها على الاطلاق، يعني من ان انت تستعملها لوحدها ديت انا في حياتي ما شفتهاش ولا هشوفها. دي بتستعمل عشان تخدم على فانكشن تانيه، منها اند واور. اند واور دول لوجيكال بيطلعوا لي يا اما ترو يا اما فولس، يا اما يس يا اما نو، يا اما زيرو يا اما واحد. ده مش هيفيدني بحاجه، انا عايز هنا الشرطين يتحققوا، وبناء على اما يتحققوا بناء عليهم يحصل زياده. طيب حاضر، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كالاتي. فانت حضرتك هتقول له بيساوي اف، برضه خلينا نكتبها فوق، بتساوي اف. طب انت ليه اف؟ عشان خاطر في شروط هتتحقق بناء عليها يحصل الزياده، بس في كلمه ايه؟ شروط، شروط. طيب اف ايه اللوجيكال تيست بتاع حضرتك؟ ايه الشرط بتاع حضرتك؟ استنى بقى يا عم، شرط ايه؟ انت خليت فيها شرط، ده في شرط ايه؟ يا باشا في 1000، انت مزعل نفسك ليه؟ ركز معايا بقى في السنتكس هنا. اف اند على طول كده؟ على طول اند، دوست عليه، دوست على تاب فجت، او ضغطت عليها دبل كليك بالماوس. دلوقتي انا جوه اند يا جماعه، نركز بالله عليكم لان بدانا ندخل دوال في بعضها. يعني انا دلوقتي جوه اند. طب واف راحت فين؟ اف مستنياني اخلص اند وهتشتغل تاني. يعني انا دلوقتي ما ينفعش اروح لاف الا لما اخلص اند. طيب خلص اند يا باشا براحتك زي ما هو قايل لك. بيقول لي لوجيكال 1، يعني شرط لوجيكال، يعني شرط. ماشي انا فاهم لوجيك منطق، بس هنا معناها شرط. شرطك الاول، وبعدين كما شرطك الثاني، وبعدين نقط الى ما لا نهايه، يعني الثالث والرابع الخامس. عشان كده قلت لك طالما زاد عن شرط فهو كله اتساوي تدوس كده. حلو،
فالاند العظيمه دي بقى بتقول لي حط يا باشا شروطك براحتك، اهم حاجه تكون بتتكلم في حاجه لوجيك بس بعد اذنك. طيب حاضر. وطبعا السنتكس والكيس سنتيف بتاعتك مخلي بالك، ما يبقاش مثلا اسمها هنا فول تايم وفي سبيس طبعا عملنا مثال قدام حضراتكم. طيب اف اند، ايه الاف اند بتاعتي؟ اول حاجه عندي ان انا عايز الفول تايم دي كده لاول حاجه بس، معلش، ان دي تكون بتساوي فول تايم، ما فيش مشكلة. فول يعني الكيبورد فول تايم. حلو، حطيتها بين دبل كوت ليه؟ اصلها تكست، ده السنتكس بقى هتاخد عليه بالممارسة. بعدها كومة، ده الشرط الاول. بص عمل لك على لوجيكال 2 خليها لك بولد، بص لو شلت الكومة هيرجع لك لوجيكال 1 هو اللي بولد. يعني انت لسه في لوجيكال واحد، في شرط واحد. طيب كومة، هوب وراح ظاهر لي لوجيكال 3 وكل ما اكتب هيظهر لي. طيب انا هنا بالمناسبه عندي شرطين بس، طب الحمد لله. وعايز دي الاتشيفمنت بتاعه بتاع الفول تايم يكون اكبر من او يساوي كام بقى؟ 5 زي ما هو قايل. حلو، حطها بين دبل كوت، لا ده رقم. طيب خلصوا من الشرطين وبالتالي خلصت اند، نقفل اند على طول. بص اول لما بص بص تاني معلش بص اند اهي، هقفل الكوس تاني، بص حول لي البار ليه الاف تاني برضو معلش اند، ها اقفل اند، عرف ان اند خلصت فرجعني الاف تاني. قال لي باشا حضرتك كل اللي انت كتبته لي ده انت لسه في اللوجيكال تيست، انت لسه في الشرط، يعني اللي هم بالمناسبه كانوا شرطين او 1000 مش هتفرق، المهم ان حضرتك لسه في اللوجيكال تيست ولسه اللوجيكال تيست بولد. يا باشا خلصت، ما انت ما قلتليش ان انت خلصت. طب اقول لك ازاي؟ حط لكم، حطيتكم. طيب لو الشرطين دول اتحققوا، بص زمان زمان اللي هو من نص ساعه كنا بنقول ايه؟ لو الشرط، هنا بنقول لو الشرطين، وطالما قلنا شرطين يعني لو ال1000 شرط دول اتحققوا هي هي. طيب لو الشرطين دول اتحققوا اعمل لحضرتك ايه؟ نفس اللي كنت بتعمله هناك يا سعاده الباشا، اللي هو هتاخد لي ده في هتزودوا لي 10% في 10% زائد ده تاني، واتفقنا ليه زائد تاني؟ كام؟ الحمد لله خلصت من الفول تايم. قال لي استنى انت بتريح فين؟ اصبر. طب وبالنسبه للبارت تايم هتعمل ايه؟ اف جديد لانه شرط جديد. طب ما تكتب يا عم على طول ما هي فاليو اف فول سي، ما انا عندي 60 شرط تحت، اصبر. يبقى ادي كده الايه؟ الاف بتاعت الايه؟ بتاعت اخينا البارت تايم. لو دي بتساوي بارت تايم خلصت شروط؟ بص بقى اللقطه اللي انا عملتها لك دي، بيقول لي فاليو اف ترو، اعمل ايه؟ عشان حضرتك والله هتيجي في دي وتنسى، يا رب تكدبني، هتنسى تقول له اند برضه، مش انت عندك شرطين؟ يبقى تقول له اند. ايه ده زي اللي قبلها؟ والله زي اللي قبلها، مالكش دعوه باللي قبلها، خلاص انت خلصت اللي قبلها. اف اند لو السي 2 بارت تايم كام؟ ثم عندك شروط تاني؟ ما انا كاتب لك اند ليه؟ ما كنتش كتبت اند وكنا خلصنا دلوقتي. طيب ايه تاني؟ الاتشيفمنت بتاع حضرتك مور ذان 7، اللي هو انت ممكن يكون ايه؟ اكبر من 7. حلو قوي، خلصت اند؟ كام فاليو اف ترو لو الشرطين دول اتحققوا هتعمل ايه؟ زود لي المرتب 8%. كام زائد سوري نسينا زائد المرتب. بص بقى الحاجات اللي انا بكتبها بقع فيها بسرعه دي حضرتك تقع فيها ويطلع لك ايرور، تروح بقى تشوف الايرور فين، تراجع السنتكس واحده واحده تاني. كام؟ جميل، خلصت؟ لا عندي لسه. ما زعلش نفسك، اف هتنسى اند المره دي؟ مش مشكله انساه، عشان اصلا مش هستعمله. ليه؟ عشان خاطر لا هستعملها، سوري بالمناسبه سوري. هنا بقى انا هدخلك اند في اور. هي ايه الفرق يا جماعه بين اند واور الاول؟ كان لازم الاول نقولها دي. اند بتشرط عليا ان الشرطين لازم يتحققوا، او مش شرط الشرطين، ان الشروط كلها لازم تتحقق سواء شرطين او 1000. فحضرتك كاتب لي جوه شويه شروط حلوين عشان خاطر اطبق عليهم الرولز او الفاليو اف ترو اللي حضرتك طالبها، لازم ان الشرطين يتحققوا. يعني من الاخر عشان خاطر اخينا ده يزيد بنسبه 10% لازم ان يبقى فول تايم، ولازم ان يبقى الاتشيفمنت بتاعه اكبر من 5. لو واحدة منهم وقعت مش هيزيد. طب اور لو انا مستعمل اور، اور لو واحدة منهم اتحققت هيزيد
عشان كده نقول اند عكس اول. يبقى نركز تاني في الكلام، اند عكس اول. اند لازم الشرطين او الشروط تتحقق، اول شرط واحد من الشروط بس يتحقق. لو كاتب 1000 شرط، شرط واحد منهم بس يتحقق فيحقق لك الكلام بتاعك. طيب هتدخل لنا اند في اول ازاي؟ واحده واحده عليها بقى. انا عندي هنا تحت ايه اللي خلاني اصلا اقول اند؟ على فكره ممكن ما اعملهاش، بس انا اعملها عشان خاطر امال يعني اول هتزعل هنمشي من غير ما نستعمل اول. طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ كونتراكت والاتشيفمنت اكبر من 6، واورز والاتشيفمنت اكبر من 6، هم مشتركين ان الاتشيفمنت يبقى اكبر من 6. فانا ايه عملتها اللي هو ايه؟ 2 في 1 زي بيقولوا. فانا بقول له اف اند، انا عندي شرطين. ايه شرطينك يا باشا؟ اللوجيكال 1، اول حاجه ان هو يكون بيساوي كونتراكت او اورز، اللي هو يعني التايب بتاعه يا كونتراكت. بالمناسبه ترتيب الشروط هنا برضو مش مهم، عادي ممكن اكتب الشرط الثاني الاول. طيب في كلهم يعني مش في اند بس، يعني ممكن هنا بدل ما اقول له سي 2 بتساوي فول تايم، ممكن ابدا ب اتش 2 اكبر من او تساوي 5 و سي 2 ايكوال فول تايم. تمام هنا ده الترتيب مش مهم. طيب طب انا هنا بقول له اف اند، انا عايز اقول له لو السيل دي يا كونتراكت يا اورز، يعني دي او دي تمشي معاك. اه يعني عايز، يعني عايز اول. ايه ده وراها كده على طول؟ اه اول. بص اول نفس الكلام لوجيكال 1، لوجيكال ما تفرقش حاجه عن اند الا في التنفيذ. بتنفذي ايه اول؟ والله انا طيبه اي حقق بس اي حاجه اعمل له اللي هو عاوزه. طيب لو هو كونتراكت سي او ان دبل كوت ليه؟ ما خلاص بقى احنا فهمنا، انت نسيت تقول، نسينا نقول له السيل سوري. اف اور السي 2 دي بتساوي كونتراكت، او السي 2 برضو بتساوي الاورز او يو ار اس. حلو الكلام؟ يعني لو بتساوي دي او دي. اه حلو جدا، ركز بقى معايا. انت جوه اور هتخرج منها هيخرجك على اند، هتخرج من اند هيخرجك على اف الاولانيه، هتخرج من اف الاولانيه هيخرجك على اول اف خالص. طيب بس بس واحده واحده واحده، انا في اور خلصت اور. انت جاي ليه اور؟ جاي عشان اقول له لو دي كونتراكت او اورز بس. ها حلو، شكرا يا اور، مش عايزين منك حاجه تاني. بص قفلت الكوس، رجعني الاند. طيب اند كده دخلها ايه؟ دخلها الشرط الاولاني. ايه الشرط الاولاني بتاع اند؟ ان كانت السيل دي تساوي يا اما كونتراكت يا اما اورز، وبالتالي كتبته له. يبقى كده اذا واحده من دول هيتحققوا، يبقى الشرط الاولاني بتاع اند اتحقق. حلو الكلام؟ كام لوجيكال. الشرط الثاني بتاع اند ايه بقى؟ دول اور على بعضها يا جماعه، دي كده الشرط واحد بس او الشرط الاول بس الاند. يعني الشرط الاولاني بتاع اند فين؟ اهو. فين شرط اند التاني؟ لسه هكتبه. يعني شرط اند، شرط اند الاولاني هو ده اللي تقول كلها. طيب شرط اند التاني ان يكون الاتشيفمنت اكبر من 6. خلاص مش محتاج دي اعمل لها اور بقى، اقول له ان الاتشيفمنت يكون اكبر من 6. طيب خلصت يا اند؟ اه اقفلها. بص ركز هنا، احنا رجعني الاف، اف الاولانيه اند كده خلصت. لازما كاما، اكتر حاجه هتنسوها الكاما اللي بعد كوس اند واور اللي انا بعملها حالا ده اهي، دي اكتر اكتر حاجه هتنسوها. تاني بعد كوس اند بيجي كاما، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده اهي، شايف حضرتك بعد اند في هنا ايه؟ كاما، وهنا بعد اند في كاما، وهنا بعد اند المفروض هحط دلوقتي ايه؟ كاما. دي اكتر حاجه هتنساها وانت بتكتب. وانا انا عارف، انا بقول لك شوف انا قلت لك اهو وهتنساها برضه، بس انا مش بقول لك كده بعنفك، لا انا بقول لك ان ده العادي. ما ت... يعني ما تعنفش انت نفسك، ده العادي جدا. يعني اللي لازم بقى تعمله ان انت ترجع تعرف انت كنت ناس ايه، مش اكتر. دي الحلاوه في العلام بقى. كاما، خلصت اند حطيت كاما عشان خاطر يخرجني على اف بقى فعليا، لان لو شلت الكاما بص هيرجعني على اللوجيكال تيست، على الشرط بتاع اف اللي هو انا خلصته اصلا، بس هو مش هيعرف ان انا خلصته لما اقول له كام انا خلصت. حلو، فبيقول لي ماشي لو الشروط دي كلها كده اتحققت بتاعت اف دي كده، الاف اللي هي الثالثه يعني اللي هي جواها ايه؟ جواها شرطين. يا عم شرطين ايه ده؟ جواها اند اور. ماشي، ما هي اند جواها شرطين. ايه هما الشرطين بتوع اند؟ ان يكون هنا يا كونتراكت يا ايه؟ يا بتاع ده يا اورز، وان يكون الاتشيفمنت ايه؟ اكبر من 6. فده بالنسبه لها كده شرط واحد. طيب
ما هو يا اما كونتراكت يا اما اورز. حلو، حققنا الشرطين يا ست. انت الفاليو اف ترو، يعني لو اتحققوا نعمل لك ايه؟ والله تعمل لي ان انت هتزود لي الراجل ده، ده كده بيكتب السلم، لا يعني بيكتب الفانكشن، يعني هتزوده لي كام؟ هزوده لك 3%، 3% زائد السلاري تاني عشان نبقى حسبه صح. حلو كام؟ طب لو الكلام بقى اللي حضرتك كتبته كله ده، السطر اللي الهروفي دوت اللي شكله يخض ده، كل ده ما حصلش، هتعمل ايه؟ بس مش هيزيد، مش هنموت الموظف، بس مش هنزوده. يعني ايه مش هنزوده؟ يعني هنحط له السالري بتاعه زي ما هو بس. فاقول له حط السالري زي ما هو. قلتها له ازاي؟ ضغطت على الايه؟ على السيل نفسها. تعالى بقى، انت فتحت كام اف؟ هم ثلاثه برضه اهم، ادي اف اف اف. طب بقول لك ايه؟ انا مش هقفل، مش هقفل لك، هو عم جربها كده معايا. بص المسج اللي هتطلع لي عشان بس تعرف ان الاكسل طيب، بس بيقول لي فيما معناه ان انت نسيت تقفل الكورس، اقفلها لك. بس هو قفلها، بس ما تتعودش على كده برضه، انا مش هقدر اقولها لك من الاول. طيب دبل كليك، هوب سحب، كله زاد. كله زاد؟ لا طبعا مش زي اللي فاتت، اللي فاتت كله زاد، هنا اللي اتطبق عليه الشروط هو اللي زاد. السنتكس ده بقى، انت طبعا هيجي لحضرتك الفايل زي ما هو، ملي عينك منه بقى، ملي عينك منه واقراه مره واثنين وجربه واكتبه غلط والكلام ده كله. تمام. طيب عرفت منين ان مش كله زاد؟ اقول لحضرتك تعال نقول ايه، تيست زي ما اتعودنا، تويست ماشي بتساوي، خلينا نقول ده ناقص ده عشان ما ايه، ما اشوفش السالب، يعني ان كده ايه، يا اما قده يا اما موجب يا اما صفر، السالب بيبقى ايه، يخد. طيب فخلينا نشوف الحاجات اللي هي شرطة دي، يعني جاب مكانها صفر ماشي مش مشكله. تعالى نعمل تشيك سريع لذيذ كده، شيل الفلتر حطه تاني عشان يحط. طيب هات لي الحاجات اللي هي بشرطة دي اللي هي المفروض صفر. يعني بص حضرتك هتلاقي الرقم ده هو ده. تعال تشك بعينك كده مثلا، فهتلاقي ان هو كونتراكت حلو والاتشيفمنت بتاعه واحد. يبقى ما يزيدش اهو ده، حتى بص بالصدفه يعني هو المفروض يكون كونتراكت وفوق الست، واصلا واحد، فبالتالي ما زادش. اللي بعده بارت تايم وثلاثه، البارت تايم كان الشرط بتاعه تقريبا فوق السبعه بقى على ما اتذكر، الفلتر حايش الحاجه. حلو. اللي بعد كده اورز، والاتشيفمنت بتاعه خمسه، كان فاضل له واحده يعني او كم او اتنين بقى، كان المفروض يبقى فوق الست. طيب فول تايم والاتشيفمنت بتاعه اربعه، كان المفروض يبقى فوق الخمس، يعني الكلام بتاعي صح. يعني ايه من الاخر؟ لسه برضو اللي تشيك ده مش مقنع. عايز تقنع حضرتك تيجي هنا كده، شيل كله، تعالى على ماشي بارت تايم، المفروض تفتح الاتشيفمنت كده ما تلاقيش حاجه فوق السبعه بالظبط، اخر حاجه عندك سبعه. طيب فك هنا وتعالى على اللي بعده فول تايم، وهكذا بقى عشان الوقت، فالمفروض ما الاقيش حاجه هنا فوق الخمسه، بالتالي صح زي الفل. طيب نلغي كل فلاترنا، ما خلاص خلينا من هنا مره واحده وخلاص، شلنا كل الفلاتر بس يا سيدي. دي الطريقه اللي الداتا اناليست الصاحب بيشتغل بيها، مش عمل بتاعه يجي لا خد التيست ده، لا يقل اهميه عن المجهود العظيم اللي هو عمله. يعني انت شايف مجهود عظيم، مجهود ذهن عظيم، مش مبالغه اقسم بالله، مجهود ذهن عظيم في الحدوته الحلوه دي. طيب التيست اللي اتعمل ده، اللي اتعمل ما خدش دقيقه، ده يعني انا مش عايز ابالغ واقول لك اهم من ده ماشي. اللي بعد كده يا عم ده حصه العاب، ايه اللي هو عامله ده؟ هنشوف اللي هو عامله. بالمناسبه صح، خلينا الاول سوري يا جماعه. بالمناسبة كنت عايز أقول إيه؟ إيه الحاجات الحلوة دي؟ ما تيجي نعمل زيها صح قبل ما ندخل على الفانكشن بعدها، ما فيش أدنى مشكلة. تعالى بقى نبدأ ندخل على الفانكشنز اللي هي هنا بيتكلم عن إيه الأخ؟ ماشي. سم إف، طب زي الفل. ماشي. الأخ بيتكلم على إيه يا باشا؟ إحنا عايزين بس نهايد بعض حاجات كده من ضمنهم دول، نقول له هايد عشان خاطر الرؤية بس مش أكتر. وعايز هايد إيه تاني؟ عايز مثلا، لا ده عايزه
انا عايز هنا اهيد الابارتمنت. لا ده معايا، ده معايا ماشي، وديته خلاص. والسالري ماشي، عشان تبقى واضحة لحضرتك واحنا بن ايه بنقول الكلام. طيب انا عايز تقرير اللي احنا بنعمله ده بقى ايه، طريقة عمل البيفوت تيبل، الطريقة اللي بيفكر بيها البيفوت تيبل. بيعمل كالايه؟ بيعمل كالاتي. انا عايز اقول ايه، تقرير او طلب البيزنس من الاخر يعني، بيقول لي هات لي كام واحد شغال بارت تايم وكم واحد شغال فول تايم وكم واحد شغال ايه، كل حاجه هات لي فيها كام واحد. يلا يا باشا، كنترول سي، عملت السيلكت ازاي، كنترول شيفت سهم لتحت، كنترول باك سبيس رجعت، ورحت جاي ايه عامل الحوار ده ايه كده، كنترول في، وعايز اعمل ريموف دوبليكيت. الناس تركز فيها لان كانت تسرب فيها في المحاضره. هاجي من قائمه الداتا، ده شكلها في النسخه اللي عندي اهو، وقفت انا مش فاكر شكلها، وقفت عليها كده لحد ما كتب لي ريموف دوبليكيت. بنسبه كبيره في الفيرجن اللي مع حضرتك هتلاقي مكتوب اصلا ريموف دوبليكيت ماشي، فضغطت عليها، فالراجل هتلاقيه بيطلع لي مسج بيقول لي وهيقول لي لا ايه وكده، فبيقول لي ان انت عندك 773 دوبليكيت فاليوز وفاوند اربعه بس يونيك. بالطبع انا فعلا عارف ان هم اربعه لان هم اربع انواع اللي عندي. حلو قوي. طيب هو هنا عايز الطلب بتاعه يعني كالاتي، هات لي في كل حاجه عندنا كم موظف. يعني من الاخر ناخد بس من هناك عشان الوقت، كنترول سي كنترول في، هات لي عدد الموظفين في كل حاجه. يعني ايه؟ يعني من الاخر عايز يعد بشرط، يا دي الشروط دي المعادلات الاحصائيه بقى. احنا كده خلصنا اللوجيكال يا جماعه، احنا دخلنا دلوقتي في الاستاتستكس، المعادلات الاحصائيه مش احصاء. الناس ما تفهمش دي مش احصاء، دي معادله بتديني سمري، معادله بتديني زي البيفوت. هو البيفوت تيبل ايه؟ سمري. طيب عدد الموظفين اللي عند حضرتك كام في الفول تايم؟ اه يعني انا عايز اعد لو هو فول تايم. اه يعني باختصار عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل بالظبط كده اهو، هتيجي كده وهتيجي تقول له اه احنا في هنا ماشي، وهتيجي تقول له ايه فلتر، وتقول له فول تايم، شيل الكل حط فول تايم، هوب عد بقى كده 393، هوبا 393 كده. حضرتك ضربت الداتا اناليسيس بالنار، الحركه اللي حضرتك عملتها. هو بالمناسبه هو الاكسل بيعمل كده، ده اللي الاكسل بيعمله جواه، بس انت ما تعملوش يعني، ده مش يعني مش دي طبيعه الشغل، ما كناش اخترعنا الفانكشنز والكلام اللطيف ده. طيب امال اعمل ازاي؟ قال لك عندك فانكشن بتعمل لك ايه؟ انت عايز تعمل دلوقتي عايز اعد بشروط. طيب عايز اعد الناس اللي هم فول تايم، فعندي فانكشن لطيفه جميله اسمها كاونت اف، عد لو، بص الكلمه عد لو، كاونت اف. طب عرفت منين ان انا عايز استعمل كاونت اف؟ لازم تسال حضرتك، تسال نفسك السؤال ده قبل ما قبل ما تبدا، مش ان انت تفهم كاونت اف بس. ماشي هتفهمها، هي سهله جدا، بس ليه؟ ان انا هنا عايز اعد بشرط، عايز اعد الموظفين. طب ما تعدهم يا عم، ده سهله جدا. لا بس اللي فول تايم بس. اه يعني في شرط، يعني في عد وفي شرط، يبقى كاونت للعد واف للشرط، يبقى على بعضها اسمها ايه؟ كاونت اف. حلو جدا. كاونت اف بتطلب مني حاجه، انا مش حافظ انا اول مره استعمل كاونت اف، هتسمع مني الجمله دي كتير قوي طول الكورس، انا الجمله دي دايما بقولها. طيب انت اول مره تستعملها وانا اول مره استعملها اهي، بتطلب ايه؟ رينج وكرايتيريا. يعني ايه بقى الكلام اللطيف ده كله؟ يعني بتقول لك فين الرينج اللي حضرتك عايز تعده؟ مش حضرتك عايز تعد كده بالطول برضو؟ اه حاضر اعد لك، بس اعد لك ايه؟ من انا شايفه قدامي ادي كولومز 1 2 3 4 5 6 7 غير اللي حضرتك مهيضهم، اعد ايه؟ ما انت لازم تشاور لي، ولا اعد لك روز انت عايز ايه؟ لا انا عايزك تعد لي الكولوم ده. ضغطت على اول حاجه فيه، وخلي بالك بقى من اللي انا هعمله ده، كنترول شيفت سهم لتحت، وقمت راجع تاني، راح اول واحد وقال لي ايه من سي 2 الى، عرفت منين ان النقطتين فوق بعض لسي 72. حلو حلو كام الكرايتيريا الشرط بتاعك؟ يبقى انا كده عرفت هعد ايه، بس اعده بناء على ايه بقى الكرايتيريا الشرط؟ والله عدي لما تلاقي فول تايم، يعني لما تلاقي دي، جرب كده اه 3 9 3 اللي طلعت لنا من شويه. آه باشمهندس ما فهمتش، نعمل اللي بعدها عشان حضرتك تفهم. عايز تعمل ايه؟ عايز اعد الموظفين اللي بيشتغلوا بنظام الكونتراكت. عايز تعمل ايه؟ اعد الموظفين اللي بيشتغل، تعد كاونت يعني.
اه بس مش عايز اعدهم كلهم، انا عايز اعد اللي هم الكونتراكت بس. اه يعني عايز تعد بشرط كمان. اه طيب بتساوي اف اف ايه بقى؟ قلت كاونت اف، كاونت اف ايه بقى؟ رينج، رينج يعني الكولوم اللي هعده لك، الرينج اللي هعد لك منه، الرينج اللي هتعد لي منه. انا بقى لسه هقعد اعمل مش عارف سوري، انا بقى لسه هقعد اعمل ال، خلاص يا سيدي عرفت ان انت ممكن تساعدني، هقعد اعمل سيلكت وشيفت في كده. لا انت ممكن حضرتك تنقل دي كده، ده كولوم سي، ممكن حضرتك تقول له سي نقطتين سي، يعني كده كولوم سي كله لحد اخر حاجه في الاكسل، بس تبقى حضرتك متاكد ان مفيش داتا تحت. عشان كده المره اللي فاتت قلت لك خلي بالك، انا متاكد ان خلاص اخر الجدول ده خلاص، فعادي قشطه كاما، ده اللي حضرتك هتعد منه، هتعد لي الكولوم كله. ده حلو قوي. لا لما تلاقي ايه كونتراكت اقفل 198. هو انا ممكن اكتب له كونتراكت بي دي؟ اه ممكن جدا، وممكن لو انت مكسل زي حضرتي كده يروح ايه مشاور له على السيل بتاعتها. وهنا انا مش محتاج اثبت له السيل، ولا انا خايف من حوار التثبيت ده. ليه بقى؟ لان خلاص انا هجيب العدد كله في سيل واحده، خلاص مش هضطر ان انا ايه اسحب. طب تعال نجرب السحب كده. تعال نجرب كده اللي هو ايه 96 والله اشتغل. طب زي الفل، انا عارف انها تشتغل، بس انا عايز حضرتك تكتبها بايدك. طيب يبقى اذا كده انا مش متاكد من الارقام دي، اقول لك ولا انا ولا انا، امال هنعمل ايه؟ اتاكد يلا. تعالى مثلا الاثنين اللي احنا ما عملناش فيهم دول هم اللي نشوفهم سريعا. احنا هنا في الاورز، اعد بقى كده حضرتك 54، رجع كده الفلتر نشوف الرقم. ايه ده؟ ده اشتغلت 54. لا مش مصدق، اما اتاكد بنفسي في الثانيه برضه اللي هي الايه البارت تايم اهو، ده 96 فعلا. ده انت عظيمه زي الفل. حلو خلصت. قال لك لا استنى، انا عايز كل كايند منهم او كل نوع منهم اعرف بيقبض قد ايه. اه يعني حضرتك عايز تعد السالري مثلا، يعني عايزين نعمل كده مثلا فالرقم اهوت وخلاص. لا لا لا، انا عايز لكل واحد، انا مش عايز التوتال، انا عايز لكل واحد يعني يبقى قدامه السالري بتاعه كل قسم يعني. اه يعني برضو اه فلتر بارت تايم او فول تايم مثلا، ونقوم عاملين كده اهو ونجمع يعني. اه ده اللي الاكسل اللي هيعمله، بس انت ما تعملوش، انت اكتب لي فانكشن يعني. اه يبقى هنا عندي عايز تعمل ايه برضو؟ عايز اجمع، هناك كنت بعد، ركز، هناك كنت بعد، هنا عايز اجمع بشرط. يعني اجمعني لما تلاقي فول تايم، اجمعني لما تلاقي كونتراكت. عايز تجمع بشرط، هناك عد بشرط كاونت اف، اجمع بشرط، اجمع يعني صم، صم اف يعني. اه والله اسمها صم اف يعني، برافو عليك. فانا اقول لك ايه بتساوي صم اف، ايه ده؟ ده في افس. اه اصبر جاي لها الصفحه الجايه. صم اف، اه الدنيا زادت هنا بقى. رينج شفناها قبل كده، كريتيريا شفناها قبل كده، سام رينج ما اتفقناش على كده، لا هنشوفها دلوقتي. طيب ايه الرينج اللي حضرتك عايز ادور فيه؟ ركز في الكلام والنبي. سام اف رينج، هناك رينج، ايه الرينج اللي انت عايز نعده؟ هنا ايه الرينج اللي حضرتك عايزني ادور فيه؟ ادور على ايه؟ ادور على الشرط. مش حضرتك عايز نجمع بشرط؟ يبقى في رينج هدور لك فيه على الشرط، يعني كولوم ادور لك جواه على الشرط. كولوم، طيب دور لي كده في الكولوم ده بعد اذنك، ورجع لي تاني كنترول باك سبيس. آه حلو، ده الرينج اللي هتدور فيه. اه خلصته كاما، عرفت منين كاما؟ هو قال لي. طب انا الجهاز بتاعي او الفيرجن بتاع الجهاز بتاعي سيمي كولوم، حط له سيمي كولوم اللي تلاقيه حط. طيب كريتيريا الشرط، يعني انا هدور هنا، ادور لك على ايه؟ دور لي على دي، على فول تايم. طب انا النهارده هجرب اكتبها له بايدي فول. طيب هو كيس سنتيف، اه بس حوار الكابيتال والسمول عادي، انا حابب اقول يعني. طيب كوم، طيب هدور لك هنا على فول تايم، لما الاقيها اجمع لك ايه؟ السام رينج، الكولوم اللي عايز نجمع منه، الرينج اللي عايز نجمع منه. اقول لحضرتك اجمع لي. تعالى بقى اعمل لك حركه جميله، اصبر. انت قلت لنا ممكن ده كله من اي، طب تعالى كده انا هكتب بقى اي نقطتين اي عادي، ما اتفقنا على كده احنا. اه انا ضامن ان مفيش حاجه تحتها، ماشي يلا. ف
فاقول له مثلا اوكي شايف الرقم ده، تعال كده انا مش متاكد منه، فاقول لك ايه خش حضرتك اهو جايب ايه بقى 856. بالمناسبه ده رقم الاكسل، فده اكيد صح، مش عشان خاطر من الاكسل، اصل هو مستحيل الاكسل اللي هيجمع دي غلط. هو امتى الاكسل اللي يجمع غلط؟ لما كنت جامع بايدك زي الجمع اللي احنا عملناه من شويه ده اللي هو غلط. طيب ليه غلط بقى؟ نقطه مهمه جدا على فكره، خلينا بس فاكرين الرقم ده، ده تنقله، انقله انت في ورقه وانا ايه وانا مصدقك يعني. نرجع بص الرقم مش هو هو اهو، ما صحيح احنا ممكن نكون هو. بص مش هو هو خالص، ليه بقى؟ بس مين الصح؟ اللي تحت الصح. طب ليه اللي تحت الصح؟ عشان الاكسل احسن مني يعني؟ لا هو مش عشان الاكسل احسن مني، عشان خاطر حضرتك زي ما حددت الرينج الاول لازم انت تحدد الرينج التاني. يعني ايه؟ يعني حضرتك هنا جيت قال لك سام رينج، وكان في الاول في رينج، الرينج الاولاني ده بتاع ايه؟ بتاع التدوير اللي كان بيدور فيه. هنا رينج التدوير، انا كنت بدور لك هنا على فول تايم، فانت حضرتك كتبتها لي من سي 2 لسي 72. زي ما تكتبها هنا اكتبها هنا، يعني المفروض حضرتك تقول ايه؟ تقول لي الرينج بتاعي هنا من هنا كنترول شيفت سهم لتحت، هو ده الايه؟ الرينج بتاعي من اي 2 لاي 2، ولازم يبقوا طول بعض بالظبط. طب لو مش طول بعض هيحصل زي ما حضرتك شفت من شويه كده. فاذا هقفل له الكورس واقول له ايه؟ انت بص تعالى بقى كده تاني، اعتقد حضرتك فاكر الرقم او نقلته، فهتلاقيه هو هو، فهتيجي اهو اهو شايف ده؟ هو ده زي الفل. سريعا بقى عشان الوقت، نفس الكلام في كله، نعملها مره كمان كده وكده ماشي. بتساوي سم اف الرينج، ماذا يقصد بالرينج؟ المجال اللي هدور لك جواه سي نقطتين سي كوم. طيب هدور لك على ايه؟ دور لي على كونتراكت، حلو كوم. هدور لك عليها فين؟ ينفع هنا اعمل كنترول سي؟ لا انت كتبت هنا سي نقطتين سي، يبقى هنا تكتب اي نقطتين اي. اقفل الكوز بتاع حضرتك هوب تطلع دي، تشيك بقى مع نفسك لازم انت تعمل تشيك. طيب احنا عشان بقى الوقت احنا فهمنا كده ايه، احنا طولنا شويه في الحاجات دي بس ده ايه كان مهم جدا. نيجي للنقطه اللي بعد كده، عايز الافريج بتاع الاتشيفمنت لكل ايه؟ لكل برضه ايه قسم. فعايز يعمل ايه؟ افريج. طب ما انت بص اصلا لو عملت كده اهو تحت الاكسل محترم بيجيب لك الافريج. طب ما يلا اتفقنا بقى بسرعه. فمن الاخر في حاجه اسمها افريج اف بتساوي افريج افريج اف وافريج افس. هنيجي طبعا للجمع ده دلوقتي، نفس القصه رينج كرايتيريا افريج رينج. رينج يعني فين الرينج اللي هدور لك جواه؟ هتدور لي جواه على ايه؟ على الشرط. مش انت عايز الافريج بشرط؟ فين الرينج اللي هدور فيه على الشرط؟ الرينج اهو سي نقطتين سي كام، حلو جدا. ايه الشرط بتاع حضرتك؟ الشرط ان هو يكون فول تايم. عرفت منين فول تايم؟ دوست له عليها بس مش اكتر. كام الافريج رينج؟ اخد لك الافريج من انهي رينج؟ اروح ادوس على ده كده؟ لا خلاص ما انا قلت له بقى يبقى اتش نقطتين اتش. ايه في الكوز بتاعك انت ده الافريج. طب الرقم كبير ومضايقني اضغط هنا كده بحس يبقى ايه شكله عاطفي شويه. الماكس، الماكس اللي هو اعلى قيمه ولكن بشرط ماكس اف يعني. بس خلاص بقى انت عرفت السكه، نسيت اكتب يساوي مش هيشتغل. يساوي ماكس ماكس افس. ايه ده مفيش ماكس اف؟ باشا افس تحل محل اف. ليه؟ لان افس يعني شروط كذا شرط، انما اف شرط واحد، فبالتالي لو دخلت جوه اللي هي عايزه شروط شرط واحد فتشتغل، هي اصلا بتقبل شروط فمش هتقبل شرط. طيب هنا مفيش ماكس اف بس في ماكس اف، هي انا كده سواء دخلت شرط او شروط فهي هتشتغل. فانا هنا هدخل له شرط واحد عما يجي الاكزامبل بتاع الشروط، فبيقول لي ايه؟ ماكس رينج. ركز، ماكس رينج، الرينج اللي عايزنا اجيب لك منه الماكس عكس اللي فات كله، بادئ بالرينج اللي عايز يجيب له الماكس مش الرينج اللي هيدور فيه. ركز، عرفتها منين؟ بقرا اللي تحت والله، والله العظيم انا محافظها. يعني انت لو ما قابلني في الشارع بتقوم قايل لي ماكس اف بتعوز ايه الاول؟ اقول لك انا احفظها ليه؟ ما الاكسل راجل محترم وبيساعدنا اهو.
يبقى بس انا عندي كونسبت وعندي مايند سيت بفكر عارف ان كلمه ماكس رينج، يبقى الرينج اللي هجيب لك منه الماكس. انا عايز الماكس بتاع ايه؟ نقول سالري مثلا، نقول سالري اعلى سالري مثلا لكل حد، فنقول له اف سوري اي نقطتين ار كم كرايتيريا رينج 1، المعيار اللي فيه الكرايتيريا الاولى اللي هي كوكب بتبدا بيها الفانكشنز اللي قبل كده، يعني المعيار اللي مش انت عايز الماكس بناء على شرط. طيب بعد اذن حضرتك تتكرم، خلينا فوق هنا عشان الزحمه، بعد اذن حضرتك تتكرم وتدخل لي المعيار اللي هدور لك فيه على الشرط. والله حضرتك هتدور لي على ها اي نقطتين اي، ها اسلكت؟ لا خلاص بقى احنا كبرنا، سي نقطتين سي كم. حلو، ده المعيار اللي هدور لك عليه على الشفت الاول. طيب ادور لك على ايه؟ دوري لي على فول تايم يا ماكس اف كاما. ايه ده؟ هو في شروط تاني؟ ما هي شغاله اهي. طب طول ما هي شغاله ما تحرمهاش على طول، في شروط تاني اشتغل، يعني في كرايتيريا تانيه شغال، ممكن يكون عندي شروط تانيه وثالثه ورابعه براحتك، بس انا بالنسبه لي خلصت فقفلت، فجاب لي ان اعلى حاجه في الفول تايم 2750. انا مش مصدق اقول لك ولا انا، خلينا نفلتر على فول تايم. بص الاكسل واحترامه تحت 2750 الماكس، اعلى حاجه فعلا 2750. طيب الميني خلاص بقى اعتقد السكه يعني من اف ولا من افس، معرفش انا مش هحفظ. طلعت افس برضه، دبل كليك عليها. تعال نكمل هنا المين رينج، المين اللي انت او الرينج اللي انت عايز اجيب لك منه المين اي نقطتين اي، انا ضامن ان الجدول بتاعي ما تحتوش حاجه. طيب الكرايتيريا رينج، الحته اللي انت عايز ندور لك فيها على المعيار بتاعك السي، انا حفظت بقى السي نقطتين سي كاما. ادور لك على ايه؟ ادور لي على دي. خلصت؟ خلصت. في شروط تاني؟ لو حضرتك عايز ماشي خلاص اهو. مش متأكد، أظن حضرتك عرفت التأكد إزاي. طيب تعال بقى نعمل شوية فورمات جميلة كده، ما تقلقش يعني لو حد دي حاجات بالنسبة له، إن أنا الألاينمنت والكونديشن فورماتنج وبوردر مثلا، أنا أعك شوية بس عشان خاطر تبقى تمام، وأجي مثلا هنا أعمل شوية كونديشن فورماتنج جميلة جدا من هنا مثلا، خلينا نبدأ بالبار، فأنا نقول له كده فهو يرتبهم لي زي ما حضرتك شايف كده، يعني البار بيكبر او طول البار بناء على القيمه. طيب طب خلينا دي مثلا نعملها كولر سكيل، كونديشنال فورماتنج كولر سكيل، فخلينا نقول كده كل ما الرقم صغر كل ما ادى السيل سكيل بيانديكيت للخطر، يعني احمر يعني ماشي. هنا الافريج كونديشنال فورمات من عند قائمه هو محدش ينسى، وهنا المره دي اجرب ايكونز، الايكونز اللي انا عايزها انا بقول له الايكونز، هو بيتعامل بكريتيريا بدماغه، يعني انا بقول له انا هختار شكل الايكونز دول، فهو شايف ان دي اعلى حاجه فاداها ارو اخضر باصص لفوق، ودول اقل اتنين فاداهم ارو احمر باصص تحت، ودي المتوسطه فاداها اي حاجه تدل على الوسط يعني. طيب بعد كده عايزين نعمل اي كونديشن فورماتنج هنا، فمش هتفرق بقى مثلا، خلينا نشوف ماشي ماشي حلو. تعالى بقى ايه للكلام اللي بعد كده، اعتقد هنا خلصنا ماشي. تعالى للكلام اللي بعد كده، الراجل ده بقى بيقول ايه؟ طبعا احنا عندنا دي خلاص اتعملت، فخلينا نشوف نفس الكلام اللي فات، خلينا ناخد منها دبليكيت كوبي وموف موف تو انت، هي دي ماشي. ديليت ماشي يا سيدي، وادي الكولوم كله. انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل ريبورت او كروس تابلر، بيسموها كروس تابلر، يعني حاجه فيها تو دايمنشنز زي كده مثلا. ان انا بص كده، بص السيلز الفول تايم فيها 51 بينما البارت تايم فيها 14 بينما كده وهكذا بقى. انما المره اللي فاتت كنا بنبص بصه واحده، الفول تايم عدد الموظفين فيه قد كذا، الكونتراكت عدد الموظفين فيه قد كذا، انما الفول تايم في السيلز
عدد الموظفين في قد كذا، الفول تايم في السيلز، انما هنا الفول تايم كله السيلز وغير السيلز، ما انا عندي كذا ديبارتمنت. طيب هعمل ده ازاي؟ ده برضو طريقه عمل البيفوت تيبل. البيفوت تيبل بيفكر كده، بيعمل كده. طيب هم جايب بمنتهى البساطه، جايب دول كده كنترول سي، انا ما اعرفش عدد الاقسام اللي عندي ايه، كنترول سي كنترول باك سبيس، واجي هنا كده المهم لي كده يا باشا زي ما هم واخدين السيلكت الجميل بتاعهم، انا سلكتهم كده كلهم حلو، ريموف دوبليكيت، ما عنديش هيدر اوكي، بيقول لي ان انت عندك 7 يونيك بالظبط، انا عندي 7 ديبارتمنت في الشركه بتاعتي، اوكي مفيش مشكله. عندي هنا الفول تايم والكلام اللطيف ده كله، كنترول سي، 7 الشرح هيبقى اسرع شويه، فخلاص يعني ايه دي حاجات كلها بريبيرنج للداتا، كنترول في، فاجي هنا ريموف دوبليكيت، انا عارف ان هم 4 بالفعل، قال 4 يونيك اهمت، اوكي عايز احط دول كده يعني مثلا اقعد بقى ايه انقلهم، كنترول اكس فاحطها هنا، اقول له كنترول في لا بص بقى في لقطه برضو معينه، في بعض الحركات كده القطعه بتسرع الشغل، ان انا اخدهم كده حضرتك كلهم كنترول سي سوري، واجي هنا كده كليك يمين هتظهر لي القايمه دي، في حاجه اسمها ترانسبوز، اضغط عليها يجوا كلهم بالعرض، خلاص ما بقتش محتاج حضرتك دول في حاجه. طيب انا عايز بقى ايه زي التانيه بالظبط، دي تظهر قصادها كذا والكلام ده كله حلو، يعني ايه من الاخر يعني، خلينا دي نقول مثلا الكاونت مثلا، فين الميرج؟ ادي الميرج، فخلينا نقول دي الكاونت سي او يو ان تي، وهنعرف يعني ايه الكاونت دلوقتي او ايه المقصود بيها، بلاش الاصفر ماشي، خلي دي ابيض، ممكن فين الابيض؟ شلت الابيض ماشي، السيمة بتاعتي مش عارف مالها، ماشي ما علينا. فتيجي هنا الفول تايم، انا عايز اعد الموظفين اللي في السيلز وبيشتغلوا فول تايم، حضرتك عايز تعد ادي كاونت وبشروط كمان، مش بشرط يعني انا عديت لك مره بشرط، فاما انت حضرتك عايز تعد بشروط اه انه يكون فول تايم ويكون سيلز، يعني نعمل ايه حضرتك؟ يعني زي ما كان في كاونت اف ففي كاونت افس اللي جات لك وانت بتسوي وانت بتكتب قصدي اسم الفورمه. طب ده هنعمله ازاي؟ زي ما هنعمل دلوقتي حضرتك، بتساوي كاونت افس، عد لو ايه بقى؟ لا اصبر بقى، ده انا عندي كذا شرط. اول حاجه قال لك كريتيريا رينج واحد، المكان اللي هدور لك فيه على الشرط الاول. طيب ابدا بالده ولا ابدا؟ والله من هنا ما هتفرق، فانا مثلا عندنا ايه؟ خلينا نشيل دي عشان نشوف اسامي الكولومز، فانا عندي ايه؟ انا عندي هنا كريتيريا مثلا، هنبدا بالسيلز يا عم، بالديبارتمنت، والديبارتمنت فين؟ هنا اهو ماشي، انا هنهير ده عشان الرؤيه، فالديبارتمنت في الدي والتايب في السي، ماشي حفظناها، عم نعمل هايد عشان ما نخرجش من الفورمه، لو دوست على اي حاجه دلوقتي هتقرا في الفورمه بالمناسبه، يعني لو دوست كده بص هيقرا، عشان كده مش راضي اخرج. طيب فانا حفظت في الدي، طب هقول له ايه بقى؟ دي نقطتين دي كاما، حلو دي اللي هتدور لي فيها على الرينج الاول او سوري على الكرايتيريا الاولى. طيب هي الكرايتيريا الاولى ايه؟ والله بما ان انا قلت له دي بقيت مضطر ادوس له هنا، حلو الكلام، حلو الكلام كاما. الكرايتيريا الثانيه، الكرايتيريا او سوري المكان اللي هدور لك فيه على الكرايتيريا الثانيه، فانا بقول له سي نقطتين سي كاما. الكرايتيريا الثانيه بقى اسمها ايه؟ قلت له فول تايم. المكان اللي هدور لك فيه على الكريتيريا الثالثه وهكذا الى ما لا نهايه، بس انا خلصت، فاقول له اوكي اقفل 51. طب تعالى بقى ايه نجرب بقى كده نعمل اوتو فيل، بص الكارثه اللي هتحصل. اه إيه يعني معقوله كله كده ما فيش؟ لا في، بس ايه الفكره بقى؟ الفكره حضرتك ان هو بينزل يعني بياخد الرينج وينزل معايا بيه، فعشان خاطر انا عايزه يدور على الفول تايم، كل مره يدور على الفول تايم دي بس اللي بتتغير، فبالتالي محتاج اثبت له ايه؟ اثبت له كلمه الفول تايم دي ما ينزلش عنها، يعني كل مره هتدور على الفول تايم، مره في السيلز، مره في الاتش ار، مره في الماركتنج، دي السيل ريفرنس. طيب في الناحيه الثانيه انا محتاج اثبت له حاجه مثلا، اه انا محتاج اثبت له الكولوم بتاع الاو ما يتغيرش، لكن دي تتغير عادي، اثبت له هو كده كده متثبت ما فيهاش مشكله، فانا مثلا لو قلت انتر وجيت قلت اوتو فيل تاني، اه هنا اه صح عشان انا مثبت الايه اللي فوق. طيب الفول تايم بقى عشان خاطر اقدر اسحب وامشي بيها، فانا مش محتاج اثبت
الرو، مش محتاج اثبت الا الرو، يعني هو محتاج اثبت يفضل ماشي كده، لا يطلع عن الرو ده ولا ينزل عنه. فبالتالي بس ايه اللي هيتغير؟ اللي هيتغير الكولومز، يعني اللي هيتغير الحرف، فشيل التثبيت عن الحرف، وبالتالي اصبح لما انا اسحب وامشي بيها كده ما يقراش برضه. ليه؟ لانه محتاج يثبت له كلمة السيلز اللي هي الاو، يعني هنا العكس، هثبت الحرف فتعالى هنا كده، هنا بقى محتاج اقول له لا ثبت لي الاو عشان خاطر تبقى ثابته. انا عارف ان محدش فاهم حاجة من اللي انا بقوله، بس انا اقول لك اهو. طيب تعالى بقى اسحب، ثبتنا له، لا احنا هنا محتاجين نثبت له الاربعة. سوري، والتلاتة محتاج اثبت له التلاتة فعلا. ماشي، هقول له انتر. سوري. طيب خلينا نجربها من غير حتة التثبيت دي على ما نيجي لحتة السيرفرنس. اقول له هنا ايه؟ ساوي كاونت اف، كاونت اف برضو، لا كاونت افس، سوري قربت افصل. ماشي، كاونت افس كرايتيريا رينج واحد، المعيار اللي انت حضرتك هتدور لي فيه. اقول لك انا مش راضي يشتغل ليه؟ عشان خاطر ما ثبتنالوش الكرايتيريا، او سوري المعايير، وهنا مثبت له التلاتة، وهنا مثبت له الأربعة، لا المفروض هنا مثبت له الأو. كده الكلام يحلو. بس طيب ايه بقى اللي انا عملته ده؟ اللي عملته كالاتي، ان انا خليته يدور عادي جدا، بس انا عايز بدل ما اقعد اكتب المعادله تاني اثبت حاجه. طيب بتثبت ايه بقى؟ رقم واحد بثبت الرينج، ده اللي احنا كنا ناسينه، عشان كده كنت عماله تقرا غلط. رقم واحد اثبت الرينج اللي بدور فيه، اللي هو كان دي نقطتين دي وسي نقطتين سي، لازم انا اثبته. طيب التثبيت ازاي؟ قلنا اف 4. طيب اف 4 دي لو هتثبت كل حاجه، طب لو الاكزامبل بقى زي حاجه هنا كده، يا اما ثبت الرو يا اما ثبت الكولوم. حضرتك هتيجي قبل اللي هتثبته وتحط الدولار ساين. بتتحط ازاي؟ شيفت واربعه من لوحه المفاتيح، شيفت واربعه. طيب هتلاقي عليها اصلا رقم اربعه، عليها علامه الدولار ساين. حلو. طيب قصاد اللي انت قبل اللي انت ان هنا عايز اثبت الثلاثه. طيب نيجي بقى ايه، ليه او امتى بثبت الرو وامتى بثبت الكولوم؟ واحده واحده معايا. انا هنا بسال نفسي سؤال، انا عايز لما اسحب لتحت يقرا معايا صح، ولما امشي يمين يقرا معايا صح. ماشي، حلو جدا. طيب لما انزل لتحت كده ايه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير ده يعني هنا بيقرا من السيلز، هنا يقرا للاتش ار، هنا يعني انا عايز دي تتغير، ولكن استيل يفضل في الكولوم ده، يعني يفضل يقرا من الكولوم ده اهو. فاهم قصدي؟ اي نعم، هو بينزل فيه ويطلع فيه، لكن لا يجي لا يمينه ولا شماله، عشان خاطر لما اجي اخش بالجنب. يعني انا لو جيت ده كده بيقرا منين؟ بيقرا من الاو. حلو الكلام ده، بيقرا من الاو. لو انا شايل التثبيت عن الاو، بص حضرتك هشيل التثبيت عن الاو، بص بمجرد واقول له انتر دي مش هتتاثر، بس بص بمجرد ما اشد على اللي جنبها اتاثرت وجابت غلط صفر. ليه؟ لان انا مش مثبت له الاو، وبالتالي قرا منين؟ قرا من البي، يعني مشي معايا سلايه، خد الرينج ومشي بيه، فانا محتاج اثبت له الاو. فاجي هنا كده واثبت الاو تاني واقول له انتر، واجي اسحب تاني السحب اللي انا سحبتها، بس اتظبطت. يبقى انا عايز لما امشي يمين ما يسيبش الكولوم ده، يعني يفضل فيه، يعني يتحرك فيه كده بس، لا يتحرك كده ولا يتحرك كده.
طيب ده يحصل ازاي؟ لما اثبت له الاو، يعني احط دولار ساين قبل الاو. طيب في ده بالنسبه للمشان يمين. طيب بالنسبه للنزول لتحت لازم اثبت له الفول تايم، كلمه الفول تايم دي يعني من الاخر اثبت له ايه؟ اثبت له الكولوم، يعني اثبت له الثلاثه، يعني انا مش عايزه دي الفول تايم دي ما تتغيرش، ما ينزلش عن ثلاثه، يعني ما يجيش هنا كده من الفول تايم دي، لا يطلع فوقها ولا ينزل تحتها. طب خليني كده اشيل من عند الثلاثه الدولار ساين واقول له ايه؟ اوكي، وابدا كده حضرتك انزل لتحت، هيجيب ايرور يا راجل، اهو جاب لي ايرور. ليه؟ لانه بص نزل هنا قال منين؟ قال البي 3، فالبي 3 فعلا صح، هي فعلا فول تايم، فجاء هنا هيقرا البي 4. انا عايزه يفضل مع البي، يعني عايزه يفضل مع سوري مع الثلاثه، تمام؟ مش عايز الثلاثه تتغير، يعني هو في البي بس الثلاثه ما بتتغيرش، فبالتالي محتاج اثبت له الثلاثه دي. انت واقوم نازل كده، فبالتالي يقرا. يبقى حضرتك بتسال نفسك انا عايز اثبت ايه؟ انا هنزل لتحت، فعايز كلمه فول تايم تفضل ثابته. طب ما تفضل ثابته يا عم، ما تعمل عليها دولار ساين في الناحيتين وخلاص، ما هي لو فضلت ثابته في الناحيتين مش هعرف امشي بيها يمين، انا عايزه تبقى مرنه معايا، اعرف امشي بيها يمين واعرف انزل بيها تحت. طيب امشي بيها يمين، فعايزه تتغير تتنقل يمين وشمال عادي، بس ما تتنقلش فوق وتحت. لكن السيلز او ده كده بالنسبه لده يا جماعه، بص بالنسبه لده، ده لا يطلع فوق ولا ينزل تحت، لكن ينفع يتنقل كده، لكن بالنسبه لده لا يخش يمين ولا شمال، العكس ينفع يتنقل كده. طيب فبسال نفسي ايه اللي ينفع يتغير؟ يعني الخمسه، يعني هو هنا في الاربعه عايز ينزل للخمسه، فبالنسبه لي عادي، ما انا عندي حاجه في الخمسه عايز لها قيمه، عايز ينزل للسته فبالنسبه لي عادي، تمام. طيب بالنسبه لده انا عايز يفضل في الثلاثه، لا يروح ولا يجي عنها، ولكن يخش جنبها، بس لسه في الثلاثه برضه، كيو 3 يخش في اللي جنبها، ار 3 يخش في اللي جنبها، اس 3 كده، فاهم قصدي؟ فبشوف انا عايز اثبت ايه؟ الثلاثه هي اللي تثبت، يبقى قبلها الدور الصايد. هنا الاو هو اللي يثبت، يبقى قبله الدور الصايد. بتبدا من دي لان دي اللي في الكورنر، وتبدا تسحب منها يمين، تسحب منها لتحت، الدنيا بتاعتي ايه؟ ظبطت. طيب افضل تعملها بايدك عشان تتمرن على كاونت افس، وبعد كده نبقى نشوف السيف ريفرنس. طيب حلو جدا، تعال نعمل نفس الكلام ده، كنترول سي، خليه هنا كده مثلا ترانسبوز، حلو، وتهد ده كمان كنترول سي هنا كده برضه ترانسبوز، العكس يعني مش لغرض ولا حاجه، بس ايه اهو تغيير، ونيجي نقول له ايه؟ دبل كليك كده عشان كل حاجه تاخد بتفت على اكبر حاجه جوه السيل. عايز انا اقول له ايه بقى؟ هنا هنقول له دي الصم، يعني اجي هنا اقول له كده ميرج، واقول له دي كنترول سي كنترول في، بس بدل كاونت اقول له ايه؟ دي الصم. صم ايه بقى؟ صم اف او صم افس بمعنى اصح. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجمع بناء على شروط. طيب ايه يا عم شروطك عشان تجمع؟ شروطي كالاتي، ان هو يكون في السيلز، تعالى نهيط زي ما اتفقنا، صح؟ ده عايزينها، ده عايزينها، ده مش عايزينه، لحد هو هنجمع ايه مثلا؟ هنجمع السالاريز، ماشي، لحد هنا مش عايزين، نقول له هايت بس، هم قدامنا. طيب يلا بينا، فانا اقول له بتساوي، انا عايز اجمع المرتبات بتاع الموظفين كلهم اللي شغالين سيلز فول تايم، عايز تجمع وبشروط سام افس، سام افس، سام افس دي بقى فين الرينج بتاع حضرتك؟ يعني ايه؟ يعني السام رينج الحاجه اللي هتجمعها، انت حافظها؟ لا مش حافظها، انا بشوف هو طالب رينج، بس طالب انهي رينج؟ هل الرينج اللي هيدور فيه ولا الرينج اللي هيجمع منه؟ لا ده الرينج اللي هيدور فيه، اللي هيجمع منه، سوري، خلاص الرينج اللي هيجمع منه في انهي كولوم؟ في الاي، يبقى اقول له اي نقطتين اي كام، حلو جدا. بعد كده هيعمل ايه؟ هيطلب مني يقول لي الكرايتيريا رينج 1، الحته اللي فيها الرينج اللي فيه الكرايتيريا الاولى، الرينج اللي فيه الكرايتيريا الاولى، هي انهي الكرايتيريا الاولى؟ الفول تايم ولا السيلز؟ والله براحتك اللي انت عايزه. خلينا مثلا نبدا المره دي العكس بالايه؟ بالفول تايم، فنقول له مثلا ايه؟
سي نقطتين سي، وزي ما اتفقنا بدأت دي كده إيه؟ كملها كده كوما، يعني بدأت اي نقطتين اي، يبقى تمشي كله سي نقطتين سي، دي نقطتين دي كده. طيب بعد كده كريتيريا 1، ايه بقى الكريتيريا اللي انت وحضرتك بتدور عليها؟ الرينج الاولاني فين، او سوري المعيار الاولاني ايه فين؟ الفول تايم. ممكن اكتبها له بين دبل كوت ممكن، بس انا مكسر. طيب كوما الكريتيريا رينج 2، المكان اللي هدور لك فيه على الكريتيريا الثانيه، فهنا قلت له دي نقطتين دي كوما. طب هي عندي سيمي كول، حطها سيمي كول. طيب الكريتيريا 2، المعيار بتاعتك الثاني السيلز، حلو جدا، وهما يقولوا ايه؟ خلاص كده انا خلصت. طب لو عايز احط ثاني متاح طبعا، اتفضل. حلو جدا، اعرف اسحب كده ولا كده؟ لا لسه محتاج اثبت. نيجي لحته التثبيت واحده واحده بقى عليا. بالنسبه للسحب لتحت انا محتاج ايه اللي يثبت؟ اسال نفسي نفس السؤال كده، للسحب لتحت محتاج ايه اللي يثبت؟ محتاجه كل مره يقرا من كولوم الاو بس ينزل، بس لسه في ايه؟ في كولوم الاو، يعني يجي هنا كده يقرا من كولوم او، قول لي هي او 13 ماشي، وهنا يقرا من او 14، وهنا يقرا من او 15، وهنا يقرا من او 16، بس كل مره قلت او الرقم هو اللي عمال يتغير، يبقى انت حضرتك عايز تثبت الحرف. واحده واحده بقى عليا، قبل اي شيء ثبت الرينج عشان ايه ما نخسرش بعض. حضرتك تيجي كده اف 4 والرينج الثاني ثبته، والرينج الثالث ثبته. يلا بقى نتكلم على الايه، الرينج اللي فيه التدوير بقى اتثبت برضه. حلو، نيجي سوري للكريتيريا بقى. حضرتك قلت هتثبت ايه؟ الاو، اقف قبلها شيفت 4، ثبت الاو. طيب ده بالنسبه للسحب لتحت. طيب خليني بس كفايه السحب لتحت، تعالى بقى كده دبل كليك. احنا ثبتنا له ايه؟ السي هيعمل معاك برضو كده. طيب ادي الاو ثبتناها. طيب دي ابيه منين؟ 14، يبقى دي صح تمام. اه كان المفروض نثبت له السيلز برضو، عشان كده ما قراش معانا، يبقى نزل قرا تحت. لو لاحظت هنا قرا بي 12، لو نزلت هنا هتلاقي بي 13، فبالنسبه له بي 13 دي رقم، ما هياش ايه؟ ما هياش في الكولوم بتاع الدي. طيب يبقى اذا عشان خاطر السحب لتحت ينجح محتاج اثبت له ايه بقى؟ السيلز 12 دي كل مره يقراها سيلز، يقرا السيلز مع الكونتراكت، يقرا السيلز مع البارت تايم، يقرا السيلز مع الاورز، فبالتالي هثبت له السيل كلها. هو غلط بس استنى اهو، اضرب لتحت. اه اشتغلت وصح بالمناسبه. طيب حبيت اخش يمين او شمال هتضرب، مش كده؟ بيجيب لي نفس الرقم. يا عم ما ضربتش، ايوه بس جايب رقم غلط اهو، ما هو مثبت دي كل مره بيقرا السيلز للفول تايم، كل مره بيقرا السيلز للفول تايم، كل مره بيقرا السيلز للفول تايم، ولو جيت ضغطت كده بالتالي هيجيب لي ارقام غلط، هيقعد يكرر في الارقام دي. اه يبقى ايه الصح عشان اثبت؟ الصح ان انا اجي هنا اسال نفسي سؤال، التثبيته دي مش صح، انا عايز ايه اللي يثبت؟ عايز الخليه في السيل دي اللي هي البي 12 عايزه تبقى ايه؟ كيو 12، ار 12، اس 12، تي 12. بص عملت تقول 12 12 12 12، يعني عايز ال 12 اللي تثبت. طيب ماشي، امال حضرتك مثبت لي دي ليه؟ قلت لك انا كنت بجرب، انا ما اعرفش، فجيت شلت دي كده، اضغط انتر كده كده اللي تحت صح، يعني عملت اوتو فيت مفيش حاجه اتغير. ماشي امشي بقى كده يمين، اه كده الكلام، كده الكلام ظبط صح كده. دبل كليك بقى، بس كده كل حاجة كده ظبطت. طيب ايه بقى حوار التثبيت ده؟ برضه هنتكلم فيه بس هو مش موضوع النهارده، بس اعتقد كده هي واضحة يعني. طيب عندك هنا مثلا محتاجين نعمل حاجة وليكن يعني فيجواليز سريع كده، حاجة اسمها سبارك لاين. يعني انا لو جيت هنا كده وقمت جاي من حاجة اسمها انسرت وقلت له ايه، حاجه هنا كده اسمها سبارك لاينز، دي بتدي فيجواليز سريع. يعني فور اكزامبل مثلا لو قلت له كولوم فهيقول لي ايه، انت سيلكت لي دي اللي انت الداتا رينج من هنا لهنا، هو اه صح تمام. احط لك بقى فين؟ قلت له هنا كده مثلا، يعني دي هتبقى هنا، واقول له ايه اوكي. دي بقى معناها ايه؟ خلينا نكبر الكولوم ده عشان نحس شويه بالموضوع كده. فيجواليز سريع، يعني انت لو لاحظت كده هو بيقول لك ان الارقام يعني هنا ازيد زي ما انت شايف كده الارقام بالظبط.
من خلال السبارك لاين ده. طيب ممكن اعمل حاجه تانية، ممكن اعمل حاجه تانية بتفضل طبعا مع الاوقات اللي هي تبقى لاين على طول. يعني فور اكزامبل مثلا حضرتك هتعمل كده وتيجي بنفس الكلام انسيرت وتقول له لاين، وتيجي تقول له تمام دي خليها لي هنا كده وتقول له ايه اوكي، وبالتالي دي بقت لاين. دي بتفضل مع التايم عشان خاطر ايه الترند. فمثلا ايه لو فور اكزامبل يعني ان ده يناير فبراير عالي مارس نزل مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب دي كفيجوالايز سريع كده بايه يعني بيدي اللي بيشوف ارقام، لان الارقام دي سوليد قوي ورخمه، فهو ممكن يشوف حاجه كده ايه سريعه كده على حضرتك تعمل له داشبورد او ايه. نيجي للنقطه دي. طيب دي النقط اللي كنا بنتكلم فيها كده، خلصنا احنا اول حاجتين معانا اللي هم دول. ندخل سريعا للوك اب اللي هو البحث، ونخلي التكست والتاريخ مع بعض، هما الاثنين اسهل من بعض ما فيهمش مشكله عشان الوقت وكده. طيب شكرا يا سيدي لحد هنا. ندخل على بعد كده الايه اللوك اب. ماشي، عندي بقى اللوك اب يا سيدي في دوال تقريبا الفانكشنز اللي فيه، في لوك اب، الاتش لوك اب، الاكس لوك اب، الاندكس والاري، وعندك الاتش لوك اب. طيب احنا هنتكلم في ايه؟ احنا هنتكلم في الفي لوك اب وفي الاتش لوك اب وفي الاندكس ومع ماتش، تمام. والاكس لوك اب مش متاحه في كل الفيرجنز، وكده كده احنا بنتكلم لتثبيت قواعد. حد عايز اي فانكشنز معينه احنا ما اتكلمناش فيها في الحاجات اللي احنا عديناها يقول، بالذات طبعا في اللوك اب او في اي حاجه مش في حاجه معينه يعني. طيب ايه بقى داله في لوك اب دي بقى؟ داله في لوك اب ده انا هديك جمله دلوقتي حضرتك هتستغرب منها جدا، وهي انا بشبهها بسميها فانكشن الصيدليه. هتقول ايه الصيدليه؟ صيدليه ايه؟ اقول لك اهو، هو بس احنا عايزين نهاية شوية حاجات حلوين كده عشان برضه الرؤية في هاي. ماشي كده، ماشي انت كمان هاي. ماشي ممكن ده شوية. طيب في لوك اب دي بقول انت بتقول لنا الفانكشن دي بتشبهها بالصيدليه ليه؟ دي انا بشبهها بالصيدليه لان هي عباره، هي داله بحث يا جماعه. ايه طريقه عملها؟ في لوك اب بتاخد لي حاجه وتروح تدور لي عليها في حته تانيه. استنى تدور لي عليها ايه؟ ما هي معايا ايه؟ هتاخدها تروح، لا ما هي ما بتجيبها ليش، بتجيب لي قيمه قصادها. فور اكزامبل ليه بقى بنسميها صيدليه؟ انا بشبهها ان انا معايا شريط برشام خلص ومش عارف انطق اسمه، وبعت طفل صغير قلت له روح الصيدليه قول له هات شريط البرشام ده. شريط البرشام هو القيمه اللي انا بدور لها على حاجه. التيبل اللي انا رايح ادور جواه هو ده الصيدليه. طيب احنا برضو تايهين، ايه المشكله؟ بص يا باشا، انت عندك هنا تو تيبلز، التيبل ده والتيبل ده. عايز تجيب للقيم دي القيم اللي قصاد ده هناك في الكولوم ده. يعني مثلا الامبلوي تيم عايز تجيب الاخ اللي هو جون دوت، وكله مش جون بس، بيشتغل في انهي تيم؟ يعني حضرتك عايزني اعمل كده اهو. بص جون اني جون بيشتغل في البرودكشن، اني عم البرودكشن كنترول سي ام جون كنترول في. انا عايز حضرتك تعمل كده، بس تخلي اكسل اللي يعمله مش انت اللي تعمله، تمام؟ لان دي داتا صغننه يعني اللي هو يعني مش كبيره، فحضرتك ايه مش انت الفانكشن الداتا اللي هتجي لك هتبقى حاجه محترمه يعني. طيب فهتعمل ايه بقى حضرتك؟ هتخلي حاجه تشتغل تدور لك على جون ده هناك هنا، وتجيب لك القيمه اللي قصاده، وهي في لوك اب، هي فانكشن البحث. طب هي اسمها ليه في لوك اب؟ في لوك اب الفي جايه من فيرتيكال، بتدور بشكل رأسي، بتبحث بشكل رأسي. طيب بتبحث بقى ازاي؟ السنتكس بتاعها بستعملها امتى؟ زي ما احنا قلنا كده، لما اكون بجيب قيمه لحاجه موجوده عندي اوريدي من تيبل تاني او من حته تانيه. حلو، طريقه عملها بقى والسنتكس بتاعها بيتكتب ازاي وامتى يطلع لي ايرورز والكلام ده كله، ده اللي هنقوله. فانا مثلا بقول لحضرتك زيها زي اي فانكشن بتبدا بايه؟ بيكوال بيساوي في لوك اب. اول حاجه بيقول لي اللوك اب فاليو،
فين الفاليو اللي هنروح ندور بيها، فين شريط البرشام الفاضي. فانا بقول له حضرتك هي السل دي كاما، حلو قوي. فين الصيدليه بقى اللي هروحها، فين التيبل اللي هروح ادور لك فيه على شريط البرشام الفاضي ده. فانا بقول له الصيدليه اهي، حددت له التيبل كله. طيب خلصت، كاما دي الصيدليه. دلوقتي بقى دور عمل الصيدلي، بتبقى الادويه مكتوبه بحروف كده، فهو هيروح مثلا للدواء بيبدا بحرف اس، هو هيعمل كده دلوقتي، فهيروح يدور على جون، خلاص عرفت، يجيب لك القيمه اللي قصاده من انهي كولوم. انا دلوقتي بالنسبه لي قدامي تو كولومز، هل انت عايز القيمه اللي قصاد مثلا ولنفرض لويس دوت، عايز ال 65000 ولا عايز الانجينيرنج؟ ما انت حضرتك لازم تقول لي انا قدامي تو كولومز، وفي اوقات تانيه هيبقى قدامي 200 كولومز، عايز من انهي كولومز؟ يعني من الاخر قول لي رقم الكولوم اللي فيه القيمه اللي انت عايزها للاخ ده. فانا قلت له مثلا انا عايز هنا ده الامبريتيم وده الامبريتيم، فانا عايز التيم بتاعه اللي هو موجود عندك في الكولوم رقم 3. ببدا اعد من هنا 1 2 3، فدي 3 كام. فولس ولا ترو، يعني عايز بحث دقيق بالظبط، اكزاكت ماتش، ولا يعني بالشبه كده، فاكيد اكيد عايز بالظبط. فاقول له صفر. صفر ايه يا عم، ما هي صفر بتساوي فولس، واقفل القوس بتاعي انت. حلو قوي، جاب فعلا اللي قصاده. تعالى نتاكد كده، ما احنا جبناه من شويه برودكشن، جميل. تاني بقى، يبقى انا كده قلت له الفي لوك اب بتشتغل طالبه 4 حاجات. رقم 1 الحاجه اللي هدور بيها، الحاجه اللي هاخدها واروح ادور بيها شريط البرشام الفاضي اهو، هو دي كام. فين الصيدليه، هدور فين حضرتك؟ هتدور هنا، دي الصيدليه بتاعك. سيلكت التيبل كله، كنترول شيفت سهم يمين، كنترول شيفت سهم لتحت بعدها على طول، فيسيلكت التيبل كله، ارجع تاني كنترول باك سبيس. حلو، دي الصيدليه. كام، بالمناسبه الصيدليه فيها غلط بس ماشي، خلينا ماشيين بس. كام، حلو، اجيب لك من انهي كولوم؟ يعني بالنسبه للاسماء حضرتك بدات بالاسماء، حلو، ففي هنا قدامهم تو كولومز، عايز القيم اللي في الكولوم الثاني ولا القيم اللي في الكولوم الثالث؟ والله انا عايز القيم اللي في الكولوم الثالث. ثلاثة، يبقى ده رقم الكولوم اللي هتجيب منه. قمة، عايز بحث بالظبط؟ زيرو، اقفل. اوكي، حلو جدا، يلا بقى كده اوتو فيل. وصدمني، صدمني فعلا. ليه بقى صدمني؟ بص حضرتك، دي يمكن تفهم منها السيرفر ريفرنس اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، ان دي ده ايرور بالمناسبه. طيب ليه بقى طلع لي ايرور؟ هل الجهاز بيعاندني مثلا؟ لا مش بيعاندني ولا حاجه. بص حضرتك، جاب ايرور ليه؟ الاول هنا بص الرينج اللي هو بيتعامل فيه، بيبدا بحث. اولا شرط رقم 1 لنجاح داله في لوك اب ان الفانكشن اللي بتدور بيها تكون هي اول كولوم هنا. تاني، انت حضرتك بتدور على دول صح؟ الاسماء دول لازما في التيبل التاني ده اللي احنا مسمينه الصيدليه يكون هو اول كولوم هناك، لازم. طب لو هو مش اول كولوم مش هتشتغل، يعني لازم يبقى ده، مش شرط يكون اول واحد هنا، يعني ممكن تدور بهنا بده، يعني ممكن اكون بسرش بالقيمه اللي هي ايه، اللي هي دي اللي هي الامبلي كود. حلو الكلام، ممكن ادور عليها هنا، ابدا بقى من هنا، مش شرط تكون رقم واحد، بس لازم تكون رقم واحد هنا في التيبل ده. وصلت؟ يعني مثلا انا بدور على الاسماء، لازم الاسماء تكون رقم واحد هنا، اول كولوم هنا في التيبل اللي بدور فيه. طيب ده الشرط رقم 1. الشرط رقم 2 اللي طلع لي الايرورز، بص بقى شايف حضرتك هنا هو بيدور على بي 2، دوس هنا كده مثلا عشان هو كده بيدور، اول حاجه بيدور على بي 2، ماشي عرفنا. بيدور عليها منين لفين؟ بيدور عليها من L1 او L1 لحد N25 لحد هنا كده، جميل. بعد كده عرف المكان اللي بيدور فيه او الاري اللي بيدور فيه، حلو، هيجيب القيم من الكولوم نمبر 3، جميل، وهيجيب قيم بالظبط. حلو، انزل بقى حضرتك عند الحاجات اللي جابت ايرورز دي، ايه ده بقى؟ بدأ يدور، يعني دوس بقى عليه زي ما كنت دوس كده هناك، بص بدأ الرينج بتاعه منين؟ بدأ يدور من هنا، كان الاخ داني دوت طلع فوق فاجنور، ما قدرش يجيبه. يعني لو جيت كده بص حضرتك، ادي اخينا ايه دين اهو، هو هنا كده عداه ما بقاش شايفه، فبالتالي جاب لي ايرور، عدى مني.
عشان خاطر اخد بالي من الخطأ ده اعمل ايه؟ بثبت رينج البحث، يعني بحيث ان هو يفضل طالع نازل جوه الكولوم اللي بيدور فيه. طيب تاني بقى، من اول وجديد على نظافة، بس خلينا ايه في التانية، سوري، خلينا في دي اللي بنبدأ بيها ونعمل منها اوتو فيل. بسم الله، فيلوك اب، كتبت فيلوك اب، ضغطت على مرتين، فتح لي الكوس كالاتي: اللوك اب فاليو. ماذا تعني اللوك اب فاليو؟ القيمة اللي حضرتك عايز تدور بيها على حاجة. طيب انا بدور لحاجة بدي، عايز قيمة لدي، عايز اجيب قصادها السالري بتاعها، عايز اجيب قصادها التيم بتاعها. حلو الكلام دي القيمة، الدليل بتاعي. حلو، سيبك بقى من شريط البرشام والكلام ده، حلو جدا، بس لازم ان القيمة دي تكون موجودة هناك عشان خاطر اقول له ايه، شايف دي، هات اللي قصاد ده بقى. يعني انا بقول للتيبل ده ايه، شايف حضرتك القيمة دي، هات لي اللي قصادها من العمود الثالث او الثاني اللي انا عايزه. طيب فلازم أن تكون هناك، امال هيشوفها ازاي؟ كام التيبل اري، يعني ايه التيبل اري؟ يعني التيبل اللي حضرتك عايز تدور فيه، الرينج اللي هتدور فيه، بعد اذنك حدده لي، ولازم وانت بتحدده يكون يشمل على القيم اللي بتدور بيها، ومش بس كده، تكون في اول كولوم، لازم لازم جدا، ولا مش هتشتغل. حلو، طيب اهو اهو حددته له. قبل ما تمشي ثبت الرينج بقى، بحيث ان هو لما ينزل من حاجه يفضل يطلع يدور تاني. هنفهم يعني ايه دي دلوقتي. طيب حضرتك حددت لي التيبل اري المكان اللي انا ادور فيه، بعد اذن حضرتك قول لي الكولوم اندكس نمبر، يعني عايز القيمه اللي قصاد الاسم ده من انهي عمود. انا شايف قصاده تو كولومز، اجيب لك من انهي كولومز؟ والله انا عايزه من رقم 3. ايه ده، هو بيتعدي معانا. في ناس بقى تنسى، تبدا تعد، تسيبه وتبدا تعد من هنا، تقول لك ادي واحد اثنين، يا واحد يا اثنين. لا، هو كمان بينعد، فهنا واحد اثنين ثلاثة، فاقول له رقم 3 كام، فولس وترو. هنا بختار فولس، خليني ما اكتبش صفر المره دي، اختار فولس، هي زي صفر، لازم لازم عشان يجيب اكزاكت بالظبط. يعني خلصت، اقفل بقى الكوز بتاعك، خلصت فيلو كام، اعمل بقى كده اوتو فيل، ركز بقى في الحاجات اللي هي ايرورز دي، هتلاقيها اشتغلت على طول. جام يا باشا، ليه؟ تعالى بقى قصاد، هو كان جايب خطأ من عند اخينا داني. طيب ليه بقى هنا؟ ارى، بص بقى، بص الرينج بقى منين؟ بقى من الاول. انا لما جيت قصادك يا اخ داني كنت انت فقت فوق، كنت انت يعني عدتني فوق، بس ما فيش ادنى مشكله، اطلع اجيبك تاني، ما اصل الرينج متثبت. يبقى دي اول حاجات بتضرب مني في لوك اب، واللي اهم منها، مش عشان خطأ انا عملت الايرور ده قاصد متعمد، بس اللي ما عملتوش وخايف تنساه، ان لازم أن يكون الكولوم ده هو اول كولوم هنا، عشان دي الفانكشن او السوري السيل اللي بدور بيها، دي الفاليو اللي بدور بيها، لازم تكون اول حاجه هنا، لازم لازم. طيب تعال نجرب في لوك اب تاني، بتساوي في لوك اب، نطلع هنا، بتساوي ايه اللوك اب فاليو؟ حضرتك بتدور بايه؟ هدور مثلا برضو بدوت، لان دوت الحاجه اليونيك اللي عندي، ماشي، دي اللي هدور لك بيها، اروح هنا ادور عليها. ثم الاول انت قلت لي اروح فين، اروح هنا، لسه ما قلتليش. اهو يا سيدي، ده التيبل اري بتاعي، كنترول باك سبيس، ثبته زي مره واحده كده، اف 4 على طول من غير حاجه. كام الكولوم اندكس نمبر، يعني حضرتك عايز القيم اللي قصاده في اني كولوم. هنا انا عايز الكولوم رقم 2، عايز السالري، فاقول له 2 كاما زيرو، زيرو هي فولس زي ما اتفقنا. انت بص بقى على كل واحد كده وراجع، يعني مثلا بالعين كده هتلاقيهم شويه صغيرين، يعني هتلاقي هي ان شاء الله. تمام، طيب ايه بقى الحاجات اللي هنا حاططها لك انا لوجيكال واللوجيكال، ايه اللي انا كاتبه ده؟ بص بقى يا سيدي، ايه الحاجات اللي مثلا في لوك اب ما تقدرش تعملها، مش ما تقدرش تعملها عشان خاطر هي حاجه صعبه، عشان هي حاجه مش لوجيك. دي الاوردر اي دي اللي عندي يونيك بدون تكرار، عندي كام اوردر؟ عندي 500 او 5009 اوردر، في حين ان الاوردر اي ديز 9994 ان كان. ما المقصود بالكلام ده؟ المقصود بالكلام ده اكزامبل كنا قلناه احنا في المحاضره، الاكزامبل ده بيقول لحضرتك ايه؟ حضرتك دلوقتي الاوردر اي دي بتاع حضرتك اللي هو وليكن اللي هو ده مثلا، دوت الطلب فيه عمل كام ترانزاكشن؟ عمل مثلا يا سيدي
15 ترانزاكشن. فكل يعني ايه 15 ترانزاكشن؟ يعني 15 سطر، يعني 15 رو، يعني حضرتك من الاخر اخدت 15 منتج او 15 نوع من المنتجات. طيب في كل مره كل منتج مختلف عن المنتج اللي قبله بياخد رو جديد، دي كده بنسميها ترانزاكشن. حلو، بس الاوردر اي دي ما بتغيرش، انت نفس العميل، وانت نفس الاوردر اي دي ونفس الانفويس نمبر ونفس كل حاجه. بس انا بقول ان الراجل يعني فور اكزامبل مثلا الراجل رقم 90 ده اخد حاجتين، او اخد سوري مرتين، مره اخد البرودكت اللي احنا عاملين له هايت دوت، ومرة خد حاجة تانية ومش والكلام ده كله. طيب خلينا صح نعمل كنترول زد عشان نعرف رقم 20. ماشي حلو جدا، ديليت. ماشي طيب نفس الكلام باقي الاوردرز. طب ايه بقى اللي انت كاتب حاجة مش منطقية ليه؟ اقول لك ليه. فيلوك اب بتجيب لك اول نتيجة، يعني مثلا عندنا انا عامل هنا صورة للحاجة عشان تبقى بالوضع ده، عندنا مثلا دي القيمة يونيك اللي هو الاوردر اي دي ده متكرر مرتين في كل مره بقيمه مختلفه من السيلز، واللي بعده مثلا خلينا نقول بقى ماشي ده مش متكرر، ده مثلا متكرر وده متكرر كتير، طب الحمد لله في حاجات متكرره كتير، وده مش عارف ايه، وده برضه اربعه، وهكذا. طب فيلوك اب هتجيب لي النهون، يعني لما اجي تعالى تيجي نشوف بتساوي فيلوك اب. حضرتك بتدور على ايه؟ والله انا بدور على القيمه دي قامه، بتدور عليها فين؟ فين التيبل اري اللي انت بتدور عليها فيه؟ انا بدور عليها هنا. خلينا ناخد كده التيبل اري ده كله على بعضه كده اهو، وارجع تاني. هتنسى تثبته، انا بقول لك اهو هتنسى تثبته، اديني انا افتكرت. طيب دي كمان محتاجه تتثبت. ماشي طب جميل جدا. قامه رقم الكولوم ايه؟ خلي بالك دي بقى خدعه انا عاملها، ان انا عامل هايد لحاجات كتير انا ما كنتش اقصد اعملها، بس عامل هايد لحاجات كتير عشان الرؤيه بتاع حضرتك. فبالتالي لما اجي اعد انا عايز مثلا قيمه السيلز، فبالنسبه لك ايه هتيجي تعد حضرتك تلاقي واحد اتنين، استنى اتنين ايه؟ هو حرف البي بي ورا حرف اليو، بس هي الفكره ان انا مهايد كده عشان الرؤيه، فلازم تعد حتى اللي متهيض حتى اللي متهيض، فهتلاقي ترتيب حرف اليو هو 20 20. طيب كاما فولس، خلينا ناخد المره دي فولس ونقول له ايه نقفل الكورس. دي جابها صح اهي، دي هي دي مفيش مشكله. طب اعمل بقى اوتو فيل كده، تعالى بقى على ده متكرر مرتين اللي هو ده، وده لازم هيجيب لك الاولى، التانية مش هيشوفها، أول حاجة هيتقابله هيجيبها. فدي بالنسبة لي حاجة اللوجيك. فهنا أنا ما هنا بقى يأتي السؤال، هو حضرتك عاوز إيه؟ حضرتك عايز قيمة المبيعات بتاع كل أوردر؟ أه يبقى أنت حضرتك المفروض تستعمل سام إف، مش فيلوك أب. إمتى بقى فيلوك أب وتنجح زي أخينا ده؟ لما تبقى حاجة هنا يونيك وهنا لها قيمة واحدة يونيك. طب أنت عايز إيه من هناك؟ انت عايز الصم بتاعهم خد صم اف، انما عايز قيمه هنا ده كده قيم يونيك وده قيم يونيك زي اخينا ده، دي قيم يونيك ودي قيم يونيك، فبالتالي اللي انا بجيب بس اللي قصاده من هناك مش اكتر، اكني بروح انقله. فيلوك اب شغاله زي الفل، ليه؟ لها معنى. طيب هنا فيلوك اب يعني اللي عملته ده بالنسبه لي انا ما لهاش، او بالنسبه للبيزنس الاوردر اي دي ده انت بتقول لي عامل مبيعات ب 502 مش عارف ايه، في حين ان هو لا الراجل عامل بكام؟ ب 699 ب 700، فهمت؟ فدي كده بالنسبه لي ملهاش معنى. طيب هل دي الحاله الوحيده اللي ممكن فيلوك اب ما يبقى ملهاش معنى؟ لا، في بقى حاجات تانيه هتقابل حضرتك مثلا في الشغل، او خلينا مثلا نقول ادي السيتي مثلا. السيتي دي انا عايز اجيب الريجون بتاعها، خلي بالك ان انا كنت بتعامل ايه؟ ان انا بجيب من الميني اللي هو فيه قيم كتيره للون للي هو اليونيك. خليك بس فاكر الكلمة دي بعد إذن حضرتك، أنا هنا بجيب منين؟ بجيب من الميني، ده الميني للوان، ده كده الوان في قيم يونيك. لما أجي أجيب من الميني للوان بتبقى حاجة اللوجيك زي ما حضرتك شفت كده، ليه؟ لأن أنا ده الوان عندي، ده اللي هو الحاجة اليونيك لها كذا كذا قيمة هنا، أنا كفيلوك أب بجيب لك الأولى بس، فدي حاجة اللوجيك. طيب ايه هنا بقى اللي بيحصل؟ هنا انا بجيب من الـ1 للميني العكس،
يعني الحاجة تتكرر فده عادي. يعني ايه؟ يعني فور اكزامبل انا عندي 4 ريجونز بس، كل ريجون جواه كذا سيتي، فانا عايز لكل سيتي يجي الريجون بتاعها، فدي تبع السنتر عادي، ودي تبع السنتر عادي هيجيبها لي برضه، ودي تبع ماشي هيجيبها برضه، ودي تبع كده، كل اللي تبعها اللي هيلاقي القيمة اللي قصادها هيجيبها، رغم ان دي متكررة هناك كتير زي التاني ماشي، بس القيمة اللي قصادها واحدة. يعني دي لو جيت هنا فلترت، بص حضرتك ادي فلتر، تعال على اول واحدة اللي هي دي، معانا خد ده كوبي وتعال نفلتر بيها بين السيتي اهي، كنترول في، ثواني طب خلينا ناخد مثلا حاجة زي نيويورك أو حاجة بتتكرر يعني. أهي أدي نيويورك، في كل مرة نيويورك سيتي في كل مرة هتلاقيها قصادها هنا ايست، مش هتتغير، فاهم قصدي؟ رغم ان انها بتتكرر اهي، وكل مرة قصادها الاستيت دي، هي تبع الاستيت دي وتبع الريجون ده، طب ايه فرقها عن دي؟ لان هنا كل مرة كان الاوردر اي دي برقم مختلف، يعني هنا اهو ادي ال 78 ده متكرر 4 مرات، مرة ب 2000 وي، مرة ب 300 او سوري ماشي ب 300 وي، مرة مش مرة، فهو بالنسبة له يقوم جايب الاولى ويمشي. طيب هنا بيعمل ايه؟ بيشغل دماغه؟ لا، بيجيب الاولى ويمشي برضه. امال ايه الفرق؟ الفرق ان الاولى دايما صح. ليه؟ لان دايما السيتي تبع الريجون ده، فهنا الموضوع اختلف، هنا في لوك اب اشتغلت، رغم ان هنا برضه يعتبر بيجيب للوان من الميني. يعني لو جيت هنا على القيم دي، انا مفك الفلتر، دول 531 سيتي، يعني القيم يونيك، مؤكد يعني انهم يونيك. قال لا، وهنا بياخد بيجيب لهم من المنيو، امال المره دي جاب صح ليه؟ لان الموضوع لوجيك. انا بشرح لك، هي حته كومبلكس شويه ومعقده، ولكن هي دي يعني مهمه جدا ان حضرتك تفهمها. يعني الريجون بتاع دي مهما اتكررت هنا 1000 مره هي برضو تبع السنترا دي، وكل سيتي بنفس الوضع، وبرضو لو اتكررت 1000 مره هي برضو تبع ايه؟ اختنا الايه؟ الاستيت بتاعتها. طيب فجاء عملها ازاي بقى؟ هنقول كده بتساوي في لوك اب، اللوك اب اري، اللوك اب فاليو سوري اهي، بتدور عليه، بدور على دي، جميل. طب بتدور عليها فين؟ بدور عليها هنا، كنترول شيفت سهم يمين، كنترول شيفت سهم لتحت، كنترول باك سبيس، رجعت المكان تاني، ثبت، هثبت، حاضر، ثبت وثبت ده كمان، جميل. قام من ايه يعني، فين رقم الكولوم اللي حضرتك عاوزه؟ الرقم الكولوم اللي حضرتك عايزني اجيب لك القيمه من قصاد اهو. فانا عندي السيتي ادي 1 2 3 4، يعني كده 4 كما 0 زي ما حضرتك عرفت، اقفل، جاب السنتر زي الفل. نفس القصه، هاجي هنا بتساوي في لوك اب، اللوك اب فاليو، بدور على دي، بدور عليها فين؟ بدور عليها هنا، حلو، ثبت، سوري كما. طيب رقم الكولوم المره دي، لا المره دي ده اللي جنبه على طول اللي هو رقم 2، خلاص كده؟ لا بس لسه، اقول له ايه اكزاكت بالظبط؟ صفر. طلع لي هي زي الفل. بس هي دي الفكره بتاع في لوك اب. طيب امال ايه بقى في لوك اب مع ماتش؟ يعني يعني يشتغلوا ازاي؟ فور اكزامبل مثلا، هي اولا ماتش دي بتعمل ايه؟ ماتش دي بتعمل بالظبط زي اللي هي احداثيات، بتشاور، بتقول لي مكان الحاجه فين، وانا كفي لوك اب بقى هجيبها. طيب فور اكزامبل مثلا انا عايز، خلينا نمسح ده كده الاول، انا عايز السعر، يعني خلينا اول نجرب ماتش من غير حاجه. ماتش دي بتشتغل ازاي يا جماعه؟
بقول لك مثلا بتساوي ماتش، ادي ماتش. بيقول لي اللوك اب فاليو برضه نفس القصه، ما هي ده اللي البحث. حضرتك بتدور في على اللوك اب فاليو فين؟ فبقول له حضرتك مثلا اللوك اب فاليو اللي انا بدور عليها ايه؟ الريد الاحمر دي مثلا، كومون. اللوك اب اري برضه يعني إيه حضرتك بتدور عليها فين؟ فالاحمر مكتوب هنا في الرو. ايه ده؟ هي بتدور بالعرض؟ بتدور بالعرض وبالطول، هي بتجيب احداثيات بالعرض وبالطول. طيب فاقول له مثلا كده، هو في الحته دي كده، جميل جدا. كومون، عايز البحث ايه بالظبط برضه؟ اكزاكت، دبل كليك عليه اللي هي صفر يعني، واقول له ايه؟ اوكي. بص هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ثلاثة، يعني ترتيب الاحمر رقم ثلاثة. امشي كده حضرتك، واحد اثنين ثلاثة بالظبط، جاب لي الاحداثيات بتاعته. يعني حضرتك بادئ من ال، انت مشيت كده، من اول لما مشيت كده الاحمر ده رقم ثلاثة، فهو بيجيب لي الاحداثيات. طب تعال نجرب كده على الصفوف، فنقول له بتساوي ماتش. اللوك اب اري هنقول له دي مثلا الماونتن بايكس. طيب كاما اللوك اب فاليو، سوري، اللوك اب اري بقى هدور عليها فين؟ هدور عليها هنا كده، جميل جدا. خلينا ناخد من فوق، هدور عليها هنا كده. طيب حلو قوي، كاما صفر برضو يعني، هات بالظبط اهي. بص هيطلع لي الاحداثي بتاعها، فقال لي ثلاثه. ليه ثلاثه؟ دي الماونتن بايكس دي، بص اهي، فهو احنا جبنا من فوق، عارف لو كنا سحبنا نول هنا كان جاب لي اتنين، بس هو عدى ايه؟ واحد اتنين تلاته. تعالى يا عم نعدل دي، تعالى نعدل له السحبه تاني، هنجيب بس نول نول ونقول له ايه؟ اوكي. بص جاب لي اتنين، يبقى اذا فايده ماتش ان هي بتحل لي الازمه في ايه؟ ان هي بتقول لي الاحداثيات بتاع الحاجه اللي انت بتدور عليها. طيب ده انا ممكن استفيد بيه في ايه بقى؟ اعمل حاجه بي مور ادفانسد شويه، ان انا دلوقتي محتاج بالظبط ابحث بطريقه مور ادفانسد. ازاي يعني؟ عايز السعر بتاع كل منتج من دول بناء على اللون. يعني مثلا المنتج ده له كام سعر؟ له ست اسعار او خمس، خمس بناء على اللون، الابيض منه بكذا، الاحمر بكذا، الكلام ده. طيب انا عايز اقول له المنتج ده اللي باللون اللي جنبه ده هات لي السعر بتاعه من هنا. ما فيلوك اب ما عندهاش القدره على هذا، يعني فيلوك اب ما عندهاش القدره على هذا. عشان خاطر فيلوك اب تشتغل هنا، لا مستحيل تشتغل الا بايه؟ الا بمساعده ماتش. فانا اجي اقول له ايه؟ بتساوي. الكلام ده بقى بيتعمل بالباور كويري، يعني كليكات بسيطه جدا. بس انا مش عايز اقول لك كده برضه، المفروض ما كنتش اقول لك. ليه؟ عشان خاطر لازم تتعلم اللي انا بقوله لك ده. طيب حضرتك بتدور على ايه؟ والله انا بدور على اتنين، ده وده. طيب اختار له ده ولا ده يا جماعه؟ اللوك اب فاليو دي بتاع الفيلوك اب اللي هي بتشتغل رأسي، فيلوك اب بتشتغل رأسي، وبالتالي هختار الحاجه اللي هي رأسي. يبقى انا بدور على دي، حاضر عينيا. فين بدور عليها؟ فين بدور عليها؟ هنا في التيبل اري كومون. نيجي هنا بقى، الاول نسينا نثبت التيبل اري، مفيش فايده فيها. طيب فاجي هنا كده زي الفل، يلا. طيب نيجي بقى اوبا للكولوم اندكس، حضرتك عايز اللي من انهي كولوم؟ يعني انت دلوقتي بص الماونتن بايكس، ادي الماونتن بايكس قدامك كام كولوم بقى؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. هتقوم قايل لي طب سهل، ده هي هنا في الريد رقم ثلاثه، حط له ثلاثه هيجيب لك دي صح. اعمل بقى اوتو فيل كده، كله غلط. طب ايه الحل؟ انا عايزه يشوف الماونتن بايكس وبعدين يروح ماشي بالعرض كده، هو مدور على اللون ويقوم نازل، يعني بالظبط زي اللي انا هوريه لك دلوقتي. خلينا بس نستعمل ماتش. فهنا عشان خاطر احدد له الاحداثيات اللي بناء عليها هيحدد الكروم، هو خلاص هو عارف ان هو هيبدا يمشي من اول من هنا. الماونتن بايكس عارف منين؟ ما هي ما الماونتن بايكس اهي، خدها وراح هنا، ادي الماونتن بايكس. يمشي بقى كده، يا ترى ياخد دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ قدامه واحده من دول، انا حكمته ان هو هيمشي كده، مفيش مشكلة. بس يمشي كده، ده قدامه خمس قيم، هيجيب لي انهي واحدة؟ ماتش بقى اللي هتخليه يجيب صح. ازاي؟ ادي ماتش. اللوك اب فاليو يا عم ماتش، اللوك اب فاليو بتاع مين؟ بتاع ماتش. بتدوري على ايه يا ماتش؟ بدور على الريد. عينينا نشوف لك الريد، حاضر. بس حضرتك عايزاه الريد ندور لك عليه فين؟ انا عايزك تدورني من اول هنا كده مثلا. جميل جدا، ثبت. هتنسى والله، هتنسى تثبت. ماشي. كاب
صفر، اقفل بقى، ماتش خلصت. حلو، هل فيلوك اب خلصت؟ ده رجعت لي تاني، بص شيل الكوست، فيلوك اب مختفيه، ماتش اللي موجوده، مجرد ما قلت له اقفل الكوست، اه كده بالنسبه له خلصت. يبقى بعدها ايه؟ كاما. فاضل ان انا اقول له فولس بس في ايه؟ في فيلوك اب. اقفل بقى كده. ثواني بقى، هو عمل كالاتي، هل هي اصلا صح الاول؟ تعال نشوف الماونتن بايكس في الريد. اه ده 220 فعلا. عمل ايه بقى الباشا؟ الباشا قام جاي ماشي كده قبله الماونتن بايكس، ففضل ماشي 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 اوب لحد ما قابلته ريد، ففضل بقى ايه كده لحد ما ايه، ما التقاطع ده حصل كده، التقاطع الجميل ده، فجاب لي دي، هو شافها كده. طيب نعمل بقى اوتو فيل كده، انا مش مصدق. يلا يا باشا شوف بقى اللي تحتها كده، الرود بايكس بلو. تعال نشوف الاكسل فكر ازاي. الرود بايكس امسك بلو 320 320. آه تعبان ايه ده بيشتغلنا جايب من فوق، اصبر. الماونتن بايكس جرين ب 205، خليك فاكر انها ب 205. ماونتن بايكس جرين ب 205 يا عم، لا هغلطك هغلطك. الرود بايكس وايت ب 300، الرود بايكس وايت ب 300، الرود بايكس ده اول واحده صح؟ لا ظبطت، هايل. يبقى تاني تاني اعملها في الكولوم اللي جنبه، هو الكولوم اللي جنبه عباره عن ريفينيو، هنضرب ده في ده اللي هو يعني من الاخر هنقوله بتساوي دي في دي، حاجه يعني سهله، فايه مش هنعملها، خلينا في الصعبه الوحشه دي. تاني يبقى انا بقول له ايه؟ بتساوي في لوك اب بتدور عليه حضرتك، هدور ليه طب ليه يا جماعه مثلا ما استعملتش العكس؟ ليه هنا دخلت دي؟ ليه ما بداتش بالريد؟ يعني ليه ما قلتلوش ريد بدل ما اقول له ماونتن بايكس؟ لان هنا دي القيمه اللي انا هروح ادور بيها راسي، دي اللي موجوده هنا راس. لو كانت دي اللي معموله بالعرض كده كنت بدات بالريد، يعني اللي موجود بالراس كده هو ده اللي هبدا بيه هنا، مش عشان خاطر دول اقوى من دول ولا حاجه، لا تمام. طيب يبقى دي الحاجه اللي موجوده راسي، دي اللي هدور عليها راسي كاما. حلو، فين هتدور؟ فين اصلا هدور؟ هنا ثبت، هتنسى تثبت، ماشي كام. ها عرفت هدور على ايه وعرفت هدور عليه فين، عايز بقى القيمه اللي قصاده فاني كولوم. هنا مش هينفع اقول له واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا، ما خلاص بقى ما بناء على الايه، على اللود. طيب ما الماتش هتعمل ايه؟ ماتش موجود ربنا يخليها لنا، فحضرتك هتجيب ماتش اللوك اب فاليو، ماتش هتدور لي على ايه؟ هتدور لي على دي، جميل. هتدور لي عليها فين؟ هتدور لي هنا، اكيد حضرتك عارف الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي وبنفس النغمه، ثبت. طيب حضرتك هتيجي هنا تقول له اف 4 كام، جميل جدا، صفر عشان تبقى اكزاكت، اقفل لي ماتش كام، بعد كده برضه صفر كمان، اوكي هي هي زي الفل. نكتفي بهذا القدر وان شاء الله يبقى ايه، مستني بقى ايه يعني، هو هي إيه الحاجه جاهزه، انا ما اسهل عليا ان انا اخش لك اتكلم فيها والكلام ده كله، ممكن انا اقول لك انا اخد بريك 10 دقائق وارجع اكلنا في المحاضره، بس انا عايز بس الناس تتقن الحته دي، ولا سيما الحاجات اللي هي المعقده فور اكزامبل ده، اكزامبل اللي احنا فيه ده مثلا، وتتقن. هو بصراحه انا عايز فيلوك اب كلها بتهمني جدا، يعني الحته اللي هي اللوجيكال واللوجيكال دي لازم الناس تفهمها، وطبعا طبعا السام اف والسام افس والكلام ده كله، تمام. الناس تتقن الكلام ده، ومستني اسئلتكم، وفي تيست على الكلام ده باذن الله، واسفين جدا بقى طبعا للاطاله، ويا رب ان شاء الله تكون الحاجه مفيده بالنسبه لكم، والكلام ده كله هيترفع باذن الله بالماتيريال بالكلام اللطيف ده كله. الف شكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.